طيب الله نبدأ الآن. ما شاء الله عدد الحضور طيب ما شاء الله. صحيح ان اليوم عاشوراء وان شاء الله اتوقع العدد حيكتمل بعد قليل. طيب بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة السفراء الجودة حياكم الله في أمسية ثقافية أخرى وأمسية من أمسيات الجودة، ومع مبدع ايضا سفير الجوده المستشار الدكتور خالد الهاجري. حقيقه لقاءنا اليوم حيكون لقاء مثمر ان شاء الله، هو لقاء فيه نوع من المعارف الجديده. طبعا دكتور خالد جميعنا نعرفه ان شاء الله، بس بعطيكم تعريف بسيط به مره ثانيه. طبعا هو باحث سعودي في مجال صناعه الحديد، وهو كبير المستشارين في المركز الوطني للتنميه الصناعيه، عضو مجلس الاعتماد الاكاديمي للتخصصات الهندسيه وعلوم الحاسب الآلي. طبعا ممثل عن شركة السعودية سابق، تقلد منصب مدير أعلى لموطن الابتكار في شركة سابقة أيضا بين 2017 و2020، مدير التسويق الفني في قطاع المعادن في شركة سابقة أيضا. كان باحثا أول لتكنولوجيا المعادن في مركز سابق التقني. طبعا سفيرنا اليوم حاصل على دكتوراه في علوم وهندسة المواد عام من جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الهندسة تخصص الهندسة المعدنية من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة. طبعا عنده بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود. يشغل حاليا رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية في الهيئة السعودية للمهندسين. تقريبا هذه بإيجاز بسيط عن السفير الجودة المستشار الدكتور خالد الهاجري. لن آخذ الوقت عليه اليوم إن شاء الله، نحاول بقدر الإمكان إن شاء الله نختصر اليوم في محاضرة سريعة عن مفاهيم الجودة وتأسيس مفاهيم الجودة مع الدكتور خالد. ومعك المايك الآن دكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بس نسوي شير سكرين وبعدين نبدأ. واضح العرض الآن؟ واضح دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكر مهندس خالد وبرنامج سفراء الجودة لأتاحت الفرصة العظيمة هذه. نشكر الأخوة الحضور على حضورهم معنا، خاصة اليوم يوم عاشوراء يمكن الأمور ما هي مرتبة بالشكل الكامل، واليوم أشعر حقيقة بحرج شوي في المحاضرة. يعني كان قبل كم يوم محاضرة أكثر من رائعة مع بروفيسور عيشوني، فحقيقة صعب الواحد يأتي يتكلم بعد يعني هذه القامة الضخمة والعظيمة، والرجل حقيقة أفاد وأجاد وأعطانا يعني معلومات جدا قيمة. فالواحد يعني زي ما أقول جهد المقل، يعني إيش نسوي، لكن إحنا نأتي على مأدبة الكرام ونحاول نقدم شيء يعني إن شاء الله بإذن الله ننفعكم فيه. موضوعنا اليوم حقيقة هو امتداد الموضوع اللي مرت معنا سابقا، تكلمنا سابقا عن مقدمة في الجودة وتوتال كواليتي مانجمنت، وبعدين تكلمنا على الكوست اوف كواليتي، بعدين الآن نتكلم على أدوات التحسين المستمر. الآن أنت لما تتكلم على عندك جودة والتوتال كواليتي مانجمنت، واحد من الأساسيات في التوتال كواليتي مانجمنت أن يكون عندك تحسين مستمر، كونتينوس امبروفمنت. وصلت المرحلة؟ لا، في مرحلة ثانية أحسن منها وبعدها. فهذا هو الكونتينوس امبروفمنت. طبعا لها أدوات، لها آليات وأدوات ومنهجيات، هذه كلها نستعرضها اليوم استعراض سريع. فاليوم إن شاء الله بإذن الله بيكون تعريف بالجودة، تعريف مختصر جدا أني عرفناها سابقا كثير، وكلكم ما شاء الله خبراء وسفراء في الجودة. نتكلم على العناصر الأساسية للجودة ومفهوم الجودة الشاملة، نتكلم على البيسك في الجودة الشاملة، بعدين نتكلم عن التحسين المستمر، وش المنهجيات، وش الآليات، وش الأدوات. تركيزنا اليوم كل حقيقة على مسألة الأدوات. بعد ما نأخذ بعض الأمثلة على الموضوع ونحاول إن شاء الله مثل ما قال المهندس خالد نحن ما نطيل. طبعا الله يجزاه خير مهندس خالد عرف فينا، وتعريف الله يجزاه خير كافي وضافي ووافي، لكن أنا أتكلم في يعني الجزء اللي له علاقة كان بالجودة حقيقة. بعد التخرج من جامعة الملك سعود هندسة ميكانيكية، اشتغل شوية في شركة الكهرب، وهنا كنا نطبق الجودة لأن المنظومة كلها فيها جودة، فأنت واحد من المنظومة تطبق الجودة، كنا في المينتنس في الصيانة، فالواحد يطبق الجودة جزء من العمل، لكن يمكن ما يكون الواحد يعي بدقائقها لأن في سيستم. السيستم هذا نتكلم عن توتال كواليتي مانجمنت، السيستم هو اللي يسوقك ويقودك أنك تؤدي العمل وفقا لمعايير محسوبة. انتقل بعدها للسابق، عملت في مجال الستيل، حصلت على خلال السابق على برنامج الماجستير والدكتوراه في المعادن، واشتغلت في شركة حديد عدة مناصب، اشتغلت في الريسيرش، وأيضا مسألة الريسيرش هنا مهمة جدا. أنا متكلم على الجودة لأن خاصة أدوات الجودة أغلبها أدوات إحصائية
بسيطة، لكن لما تتكلم عن الريسيرش وتطوير المنتج وتشوف فين المشاكل الموجودة أو الكاستمر كومبلينت اللي هي اعتراضات الزبائن، فلا بد تسوي أناليسز وتحاليل وتشوف فين موقعك الآن. أنا أوكي الماتيريال حقت فيها جودة معينة، في ديفكتس حاصل، شو نقدر تجاوز ديفكت، ممكن تستخدم برامج كثيرة من سيكس سيجما أو غيرها، هذه كلها منهجيات التحسين المستمر. انتقلت بعدها يعني رغبة إن واحد يكون في الرياض، انتقلت الهوم اوف انوفيشن موقع الابتكار في سابق جامعة الملك سعود، أمضيت معهم 3 سنوات، بعدها انتقلت إلى المركز الصناعي أو التجمعات الصناعية سابقا، المركز الوطني للتنمية الصناعية، والآن أنا مستشار في قطاع المعادن والتعدين وأيضا في قطاع مواد البناء. طيب كلامنا عن الجودة إن جنرال، يعني ما ودنا نقول يعني هي إمبيدد فينا، حاجة مبنية فينا ويفترض أننا كمسلمين مسألة الجودة هذه والرقابة، الرقابة الداخلية ورقابة الله سبحانه وتعالى هي موجودة فينا. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإحسان في العمل هو جزء. فالناس إذا كانت تكلم عن الجودة لتحسين يعني المدخلات أو المخرجات أو بزيادة الأرباح، نتكلم على مسألة الجودة والإحسان في العمل كأنها جزء من عقيدتنا، وهذا جزء تعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك. الواحد أخلص النية يؤجر عليها، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترويح عائشة أن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، إتقان العمل سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان إذا عمل عمل يتقنه. طبعا هذه مقدمة حقيقة لابد نقولها، لأن عادة العلوم هذه تأتينا من الغرب، وعادة يكون في عندنا نوع من الانبهار بما يأتينا من الغرب، لكن إحنا عندنا علماء وعندنا ناس يعني ما شاء الله، البروفيسور عيشوني والبروفيسور زهيري الله يعني يشفيه بعافي، وناس كبار حقيقة في مجال الجودة يعني أتقنوا، ولكن إحنا نتكلم على الجودة على المستوى الفردي هي جزء من عقيدتنا. ما أطيل في الجانب هذا، نأتي لتعريفات الجودة. طبعا كل واحد يعرف الجودة حقيقة حسب يعني منظوره للجودة، فالشخص الشغال في السيرفيس أو في الخدمات يعرفها من منظوره في الخدمات، الشخص الموجود في الصناعة يعرفها من منظوره في الصناعة، لذلك لن تجد تعريف واحد للجودة، كل واحد من المهتمين بالجودة يعرفها بناء على يعني اهتماماته. فتجد مثلا اللي شغال في الصناعي هي يقول لك توافق مع المتطلبات أو توافق مع الستاندر، هذه تعتبر يعني تعريف للجودة. الشغال في خدمة العملاء يقول لك الرضا التام للعميل، الكمال، بيرفكشن، السعادة أو تقدير العملاء، إبهار العملاء. طيب أيضا اللي يشتغل في التحسين المستمر يتكلم عن التخلص من الهدر، تمام، القيام بالمهمة بشكل صحيح من أول مرة، وهذه مهمة جدا، نتكلم عن كوست اوف كواليتي وتكلفة الجودة، أنك تنتج وتحصل على الجودة من أول مرة، ما يحتاج تسوي ترايلز وتسوي سمعتك وتسوي هدر في المواد، لكن هي يعني تحصل على الجودة من أول مرة. ملائمة الاستخدام التناسب، تعريف كثيرة حقيقة، ولكن في تعريف موجودة في الاسكيو الامريكان سوسايتي اوف كواليتي يقول لك الجودة هي مجموعة من مزايا وخصائص المنتج أو الخدمة، طبعا نتكلم على منتج أو خدمة، قادر على تلبية حاجة المستهلك. أنا المستهلك، أنا الكاستمر، لي حاجات أبغاها، الجودة هي أنك تحقق احتياجاتي، ما أقول لك تفوق يعني تطلعاتي، لكن إذا حققت احتياجاتي فأنت حققت الجودة، والله يعني فوق تطلعاتي فهذا نور على نور. والآيزو يعرف أن القدر الذي تفي به مجموعة من الخصائص الأساسية بالمتطلبات، تعنك متطلبات المنتج أو الخدمة المقدمة لها خصائص، هذه الخصائص تفي بمتطلباتي فأنت حققت قدر من الجودة. مثل ما قلت ما في تعريف ملزم لنا جميعا، كلها تعريف يعني أي أنت لو عرفتها يعني زدتها شغال في مجال التعليم، في مجال الأغذية، مجال الأدوية، فكل واحد له تعريف خاص به في الجودة، لكن كلها تتفق على أنك عندك ستاندر معين وأنت تحتاج أنك تحقق الستاندر هذا. طيب لما جينا نتكلم على العناصر الأساسية للجودة ومفهوم الجودة الشاملة، طبعا لو مسكنا الهرم هذا حق الجودة تبدأ عادة الأمور مقسمة إلى قسمين، قسم أساسيات في الجودة والقسم الآخر منهجيات التحسين المستمر. أساسيات الجودة، أول ما بدأت الجودة والواحد يفكر فيها مسألة الفحص، تشوف هذا مطابق ولا غير مطابق، جاءت منتج تقول والله هذا يحقق المواصفات، هذا ما يحقق، المنقسات مضبوطة مش مضبوطة، الخدمة يعني على المستوى المتوقع ولا غير متوقع، فهنا في عندك قبول أو رفض، هذا عملية الفحص inspection. تستخدم مثلاً الآن تشتري مواد داخلة في المصنع عندك، أو تشتري برنامج بتشوف حقق متطلباته ولا لا، لكن ما تسوي تحسين أو تحكم في الجودة، هذا ماتيريال أنت تستقبلها، ممكن طبعاً تسوي qualification للأشخاص اللي قاعد تستقبل من الماتيريال، هذا أمر آخر، لكن عملية الفحص inspection هي إيجاد العيوب في المنتج،
يعني انت ما عندك اي اكتيفيتي قاعد تسويها الا يعني تنتقل تقول صح ولا غير صحيح. التحكم بالجوده هي مرحله اعلى منها كواليتي كنترول، انت قاعد تنتج الان ولا قاعد تقدم خدمه، فتجد مراقبه لعمليه الجوده وتحاول تجد العيوب خلال عمليه الانتاج وتصلحها بحيث انك تقلل الهدم. وتشوف احيانا لما تيجي تتكلم مثلا البنك ولا الاتصالات او غيرها من الشركات تقدم خدمات، فتجد في رساله مسجله تقول لك ان رسالتك هذه او المكالمه مسجله لغرض التحكم في الجوده او تحسين الجوده، فلا بد ان يجد العيوب عشان يتم اصلاحها. طبعا يمكن ما يتم اصلاحها اونلاين لحظيا، لكن على الاقل يكون مسجل ومعروف فين موطن الخلل يبدا يشتغل عليه. واحيانا لما تكون المرحله تصل الى يعني يكون في كواليتي تشيك، يعني تجد مكالمه احيانا يقطع يدخل معك مدير العمليات اذا كانت صار في تطور في النقاش، فاحيانا يدخل معك مدير العمليات ويفصل من الموظف وياخذ العمليه منه. يعني قد صارت اكثر من مره خاصه اذا كنت يعني اوتيت جدلا وبديت تتكلم مع الناس وتطلع يعني مكونات نفسك معهم. طيب العمليه الاخرى الكواليتي اشورنس هي المرحله الاعلى، طبعا منع حدوث العيوب، تاكيد الجوده. الاول كنا احنا نجد العيوب ونصلحها، لا هذه المرحله الاعلى منها ان انا خلاص عندي داتا وعندي احصاء وعرفت ان في عندي بعض العيوب تتكون في خط الانتاج او في الخدمه، فحاول ادرس ايش الاسباب وابدا اعالج الاسباب من البدايه. فهنا عملية تأكيد الجودة بحيث إنه ما يطلع شيء من عندي أنا متأكد إنه ما أبدأ عملية إنتاجية أو الخدمة أو سيرفيس إلا ما أكون متأكد إنه على درجة عالية ما هيكون في عندي هدر ولا هيكون في عندي ديفكتس. تأتي المرحلة اللي بعدها إدارة الجودة الشاملة توتال كواليتي مانجمنت، هذه طبعا على مستوى المنظومة ككل وليس مستوى إدارة أو خط إنتاج، لا المنظومة كلها تتمتع بالجودة والجودة المؤسسية، فهذه إدارة الجودة الشاملة هي قمة الهرم. طيب من إدارة الجودة الشاملة عندنا في أشياء continuous improvement تحسين المستمر، هذا أحد الأساسيات في الجودة الشاملة. طيب لابد يكون عندي منهجيات الآن تحسين المستمر، ما وما هي Six Sigma، Lean Six Sigma، TPS، Kaizen، غيرها من المنهجيات تستخدم للتحسين المستمر، لكن هي أصلا مبنية على ليش أنت تبغى التحسين المستمر، لأنك عندك Total Quality Management، عندك Total Quality Management أكيد عندك التحكم في العمليات اللي هي كواليتي كنترول، كواليتي اشورنس، جود انسبكشن وما الى ذلك. طبعا بنمر عليهم يعني تعريفات بسيطه، الفحص مرنا عليه اللي هو تفتيش عن المطابقه او عدم المطابقه، تحكم بالجوده كواليتي كنترول قلنا تحديد العيب في المنتج او العمليه، تاكيد الجوده لا انا الحين عندي دراسات قاعد اسويها وستاتستيكال اناليسز بحيث ان اطلع فين مواطن الخلل واعالج مواطن الخلل من اساسه بحيث ما تتكرر المشاكل. الجوده الشامله تعريفها هو نهج اداره المنظومه ككل تمام مرتكز على الجودة من خلال مشاركة جميع أعضاء المنظومة كل الموظفين من على البوابة لغاية أعلى واحد في المنظومة، لابد يكون داخل تحت هيكل المنظومة ودرب على مسألة الجودة، في أهداف للمنظومة أو للمؤسسة في الجودة لابد يحققها ويهدف طبعا إلى رضا العملاء في النهاية. على طاري اللي أقول لك من الباب لغاية أعلى واحد في المنظومة، خلال عملي في الكواليتي أشورنس فكان يجينا كاستمر كومبلينت، فكان في احد الشركات في منطقه الشرقيه في الدمام، شركه رائعه حقيقه جدا، وكان يعني الواحد لما يزور الشركه يكون في كومبلينت الواحد يزور، حتى انا كنت اقول لهم احنا ترى ندف لكم يعني مواد معيوبه، طبعا امزح ما هو عشان بس نجي نزوركم، لانه ما شاء الله يعني المنظومه ككل رائعه. من الشخص اللي على الباب يعني في الواحد كان في السكيورتي والله اذكر اسمه يوسف الى الان، رجل رائع جدا يرحب بك ويهلل فيك كانك داخل في بيته. فالرجل هذا قد يكون هو عنده يعني زي ما تقول الرغبة انه يرحب في الناس وكذا، لكن تشعر انه فعلا سعيد جدا بعمله. فمرة كنت اتكلم مع رئيس الشركة بقول، قال لي ايه يوسف كذا هذا يعني، وبدأ يمدح في الرجل، فتحس ان كلهم اسرة واحدة وتحس ان الجميع كلهم شغالين بحيث انه يطلعوا بالشركة هذا في افضل منظر. فهذه يعني لما اتكلم عن الجودة الشاملة حتى جودة الاستقبال وجودة التعامل مع الناس واعطاء الانطباع الايجابي عن الشركة، هذه يعني واحدة من الأشياء. وحبيت أذكر بس المثال هذا لأن يعني مهما صغر حجم يعني الموظف إداريا لكن ما في شك أنه هو جزء من المنظومة. طيب نأتي الآن نتكلم عن الجودة الشاملة إن جنرال، طبعا ما حدخل في تفاصيل الجودة الشاملة لكن في لها ثلاث رواد يعني كبار حقيقة في الجودة الشاملة. نتكلم على دائما يذكر التوتال كواليتي مانجمنت، يذكر عندك إدوارد ديمينج ويذكر دوران ويذكر كروسبي.
طبعاً إدوارد ديمينج يعتبر من مؤسسين الجودة الشاملة، رجل مهندس والله العالم، كان كهربائي أو مهندس تصنيع عفواً، حاصل على دكتوراه في الرياضيات ودكتوراه في الفيزياء. الرجل كان يدرس في جامعة نيويورك، وكان عنده الدائرة هذه اللي هي البلان دو كنترول أكت، هي دائرة طبعاً هو مطورها يعني، هي موجودة سابقاً، لكنه حاول الرجل يطور في المنظومة هذه، تعتبر آلية من آليات التحسين المستمر، حاول يطور فيها وبدأ يتكلم بأفكاره، لكن حقيقة ما وجد قبول يعني في الأوساط الصناعية أو الخدمية في أمريكا في ذاك الوقت، طبعا هذا في الأربعينات أيام الحرب العالمية الثانية. ولكن لما صار الحرب العالمية الثانية وصار يعني الصلح بعدها، فأمريكا كان في مثل لجنة إعادة إعمار أو صداقة أو تعاون مع اليابان، فأرسلوا الدكتور ديمينج بحيث أن يكون أحد أعضاء هذه البعثة، فاشتغل في تطوير الصناعة وأبدع حقيقة هناك، لأن إبداعه كان يأتي، وهذا ما ذكره جورا في أحد المقالات، أن كان هناك قبول في اليابان على أعلى المستويات، يقول لما كنا نحاضر في أمريكا كان يحضر معنا الناس في الستاف يعني المهندسين ولا الشغالين على خطوط الإنتاج، ما هم ديسيجن ميكر. يقول في اليابان فوجئنا أن القاعة يكون أغلبها سي أوز، ناس كبار اللي هم الديسيجن ميكر في الشركات حاضرين، فهذه واحدة من أساسيات التوتال كواليتي مانجمنت، تبني الاداره، ان الاداره نفسها تكون متبنيه لفلسفه ومنهجيات التحسين المستمر او الجوده الشامله. طبعا ديمينج وضع 14 نقطه، ما يعني ما حنذكر ال 14 نقطه اللي ذكرناها سابقا، هي اساسيات ديمينج تمام في التوتال كواليتي مانجمنت. دوران كان في نفس الوقت يعني راح مع ديمينج في نفس الوقت في تقريبا في بدايه الخمسينات الميلاديه الى اليابان، ويعني الرجل حقيقة أبدع ووضع 10 نقاط أيضا في توتال كواليتي مانجمنت، ف وعنده حاجة تسمى كواليتي تراينجل، هذاك عنده البي دي سي اي اللي هي البلان دو كنترول اكت، هذا عنده كواليتي تراينجل بنمر عليه، هذه تعتبر من آليات التحسين المستمر. جاء أيضا فيليب كوتلر، طبعا بالمناسبة جوران يعني عمر الرجل يعني الظاهر أكثر من 104 سنة ظهر في عالم الجودة. يأتي بعدها فيليب كروسبي. كروسبي لما تكلم على زيرو ديفكت تكلم على كوست في كواليتي، فلا بد أن تذكر فيليب كروسبي أيضا، وضع الرجال 14 نقطة. فيعني كل واحد يضع مجموعة نقاط، لكن في تقاطع كبير في النقاط هذه، يعني اللي يقراها ويحطها جنب بعض تجد فيها تقاطع كبير، وضع الأهداف للمنظومة في الجودة، تدريب العاملين، تطوير العاملين، الحلقات يعني زي ما اقول حلقات الجوده والاشياء هذه كلها تقريبا شامله او مجتمعه فيهم بشكل او باخر. طيب ناتي الى الاساسيات حقت الجوده. هم يعني الدكتور عيشوني كان قايل هي المثلث ثلاث اشياء، لكن احنا نضيف لها الشيء الرابع، وكثير يضيفوا لها الامر الرابع اللي هو التزام الاداره بالجوده. تمام، لا بد تكون إدارة ملتزمة بالجودة، مهما كانت عندك أفضل البرامج وعندك أحسن الموظفين، لكن إذا كانت الإدارة العليا غير ملتزمة بالجودة ولا تعي أهمية الجودة أو تعتبر الجودة، فلن تفلح أي جهود في تطبيق الجودة الشاملة. فلا بد يكون أولا التزام الإدارة بالجودة ويكون في أهداف. الأمر الثاني اهتمام بالعلماء بالعملاء عفوا، فوكس على الكاستمر. أنت الحين قاعد تصمم البيزنس حقك، عندك خدمة في الآخر تقدمها سواء كان منتج أو خدمة، فعندك عميل، العميل هذا لابد يكون ساتسفايد. ذكرنا أمثلة كثيرة على مسألة العملاء والاهتمام بالعملاء، وأن العميل ينسحب عادة مش بسوء جودة المنتج بقدر ما بسوء الخدمة أو الباكيج حق الخدمة المقدم معها، فبالتالي لابد يكون في اهتمام بالعملاء والكاستمر ساتسفاكشن. وفي حاجة مهمة جدا هي تطوير تجربة العميل، فلابد أن يكون أنت عندك في المنظومة تطوير من يوم العميل يشوف إعلان المنتج حقك أو يشوف إعلان الخدمة ويتعامل معك ويحصل على الخدمة والأفتر سيل سيرفيس، كل الأمور هذه هي تجربة العميل. ممكن يكون عندك منتج رائع، وذكرت أمثلة سابقا على بعض المنتجات رائعة جدا، لكن للأسف الشديد أنت ما تقبل على المنتج هذا لأن في عندك تجربة سيئة في خدمة العملاء. تمام، وفي بعض الإحصائيات يعني ذكرت سابقا وأيضا يعني موجود هنا أسفل بعض الإحصائيات على مسألة الاهتمام بالكاستمر، وكيف أن عدم اهتمامك فيهم قد يفشل المنظومة. إذن أول شيء التزام الإدارة العليا بالجودة، الأمر الآخر اهتمام بالعملاء.
الامر الثالث التحسين المستمر، هذا كل اللي تكلم في التوتال كواليتي مانجمنت لابد اذكر لك التحسين المستمر كونتينوس امبروفمنت. ولعل من اشهر الدوائر حق التحسين المستمر بلان دو تشيك اكت اللي هي دائره ديمينج، طبعا ايضا تراينجل حق جوران نفس يدور حول نفس الاليه هذه. بنمر اليوم على الادوات الخاصه بالتحسين المستمر. طيب النقطة الرابعة في فلسفة الجودة الشاملة إشراك العاملين. الموظف لابد يكون جزء من المنظومة، تدرب الموظف، فهموا إيش دوره في المنظومة، أنت إيش قاعد تنتج. حتى لما تعطي أوردر للموظف لابد يكون فاهم إيش الأوردر هذا بيسوي في المنظومة. الآن ما ذكرت لك من شوية المثال حق الرجل اللي يرحب ويهلي فينا من على الباب، تمام؟ فهذا يدل إن الرجل هذا he's engaged مع الشركة، أنا مش بس حارس على الباب خلص دوره ويمشي، لا he's totally engaged مع الناس. فإشراك العميل والموظف يكون يشعر أنه جزء من المنظومة، لما تعطي له يعني تاسك معينة أو مهمة معينة يكون عارف وش الهدف النهائي الذي تريد أن تحققه المنظومة، فبالتالي يكون جزء منها. طبعا هذه إحصائية، يعني ما نتكلم والله أن احنا نقول الموظف عندنا أو في العام العربي جلد الذات، لا، حتى هذه يعني إحصائية من أمريكا يقول لك أن مثلا كان يشعر 45% من الموظفين not engaged، ما يشعر أنه جزء من المنظومة، تمام، بس دوام ويأخذ راتب وانتهى. اللي يشعر انه يعني ايش بارت يعني انجيجد نوعا ما يعني او فاهم يعني او داخل في المنظومه 29%، بينما الاكتيف انجيجد اللي هم فعلا يعني جزء من المنظومه وداخلين فيها 26. وهذا في دوله نعتبرها دائما مثال في التقدم سواء في البزنس او في المانيفاكتشر هي في يعني في امريكا، وهذه كانت الدراسه. فمساله انك وكثير حقيقه تدخل اماكن تجد الموظف ما هو جزء حقيقه من المنظومه، فبالتالي لابد أنك تشرك العاملين ويشعروا بالفخر بإنجازهم ويشعروا أنه هو جزء باقتراحاته بأفكاره في التطوير. فالتزام الإدارة بالجودة، الاهتمام بالعملاء، التحسين المستمر، إشراك العاملين، هذه أساسيات توتال كواليتي مانجمنت. اليوم بنركز منها على حاجة واحدة اللي هي التحسين المستمر، وحديثنا اليوم كله بيصير على مسألة التحسين المستمر والآليات والمنهجيات. طيب في منهجيات للتحسين المستمر، طبعا الوقت لا يكفي ان احنا نتكلم على كل واحده من المنهجيات هذه، لكن لما شفنا الهرم المثلث من شويه ذكرنا ان في قمه الهرم هي المنهجيات. انا اتكلم على السكس سيجما، تمام، عمليه احصائيه في لها قاعد تدور على العيوب احصائيا، تحاول تعالج العيوب هذه، تمام، لها طبعا اليات ولها لما نقول منهج كامل اللي ياخذ الجرين بيلت يلو جرين بلاك بيلت وتطور الناس فيها، ويعني الموضوع كبير بنمر على بعض النقاط فيها بعد شوي، تمام. في منهجية أخرى من جهة اللين، تخلص من الزوائد أو من الهدر، يعني زي ما تقول اللين زي يعني مثلا عندك ذهن في شيء أنت قاعد تشيل الذهن منه فتسويها لين، تمام. في ضموا الاثنين مع بعض، قال لك والله منهجية اللين مع السكس سيجما، هذا أيضا منهجية من جهة تحسين كايزن. منهجية الفايف إس، طبعا فايف إس ومش عارف فور دبليو، يعني في أشياء كثيرة، وسيفن دبليو، في أشياء كثير دائما يعني يحبوا يقول مثلا كده 5S مدري 8P، بتشوفها بعد شوية في عمليات أدوات تحسين مستمر، لكن هذه تعتمد على ترتيب وتنظيم مساحة العمل والحفاظ على السلامة. في طبعا تويوتا برودكشن سيستم أيضا تعتمد على عدة أشياء، تويوتا برودكشن سيستم تعتمد على كازن، تعتمد على الجست إن تايم، في حاجة اسمها جادوكا، هذه اوكي الالات شغاله لكن مش فولي اوتوميشن، لابد ان يكون الانسان له تدخل، اذا كان في مشكله حاصله في الانتاج لازم يعني يكون في رقابه توقف الانتاج وتبدا داخل فيها. الهوجينكا ايضا موجوده تحت ايضا، هذه تعني ان يعني تحاول تصير البرودكشن ما يصير فيه فاريشن، يعني برودكشن عالي في منطقه او قليل في منطقه، فصير الاستخدام الامثل للطاقات الموجوده. ف المنهجات كثير، لكن احنا لعل دائما تمر معنا السكس سيجما او نتكلم عن السكس سيجما، وانا واحد من الناس حقيقه في البدايه كانت اشكلت علي مساله السكس سيجما وشلون يعني ايش معناها السكس سيجما. فنجي نتكلم مثلا، طبعا طلعت في مترولا، شركه مترولا، وكان يعني من الاباء الروحيين لها، طبعا هي كان جرور تيم يعني من الناس يشتغل، لكن بيل سميث كان من المؤسسين للسكس سيجما، وتبنتها بعد ذلك شركة جنرال إلكتريك، وبعد جنرال إلكتريك تبنتها شركات كثيرة. فاليوم طبعا يعني استخدامها كبير جدا، زي ما قلت ان في ناس الان قاعد تقول والله واحد يلو بيلت جرين بيلت
بلاك بيلت، يعني زي ما قلت درجات الناس تترقى فيها في السكس سيجما. طيب لما اقول لك مثلا منتج سكس سيجما، معناها لما انا انتج او عندي خدمه نسبه العيوب في المليون تكون 3.4، يعني اقل من 4 عيوب في المليون. هذا يعني درجه من الكفاءه عاليه جدا، سواء كانت في خدمه سواء كان في منتج. الفايف سيجما اقل الى ان تصل الى 1 سيجما. 1 سيجما تتكلم اذا كان بنتج مليون قطعه تقريبا حوالي 700 الف من قطعه هذه غير صالحه، طبعا هذا يعتبر هبر كبير جدا. فخلنا نشوفها على شكل مخطط الان. مثلا انا قاعد انتج المسمار هذا از بير ستاندر، لازم يكون المسمار 5 ملي مع يعني سماحية أنه ممكن يكون يعني بلس ماينس التولرنس حقي يكون 5.01 أو 4.99. طيب سويت أنتجت المنتج حقي الآن وطلع بالطريقة هذه توزيع البرودكت، بعد ما سويت عملية إحصائية وجدت أن البرودكت في منها يقع خارج الحد الأدنى والحد الأعلى بالشكل هذا. عندي حل من الاثنين، يا أما حسن أساليب الإنتاج وحاول أدخلهم داخل الأبر ليميت واللور ليميت، او اني اوسع الابر ليميت واللور ليميت. طبعا هذا صعب انك توسع الابر ليميت واللور ليميت، يعني حصل عمليه صناعيه كذا سبهلله. لا، انت تحاول انك تحسن عمليه الانتاج، تشوف ليش العيوب هذه قاعده تحصل وتدخلها في الداخل. طبعا تشوف انت الان تقول الحد الاعلى والحد الادنى، بتمر معنا قدام شويه في مساله ادوات التحسين المستمر. طيب سويت بعض على المسمار هذا، عدلت في المكاين وسويت بعض الادوات التحسين المستمر في البروسيس، صار عندي بالشكل هذا، صار في تحسن. يعني بعض المواد دخلت، يعني او كمية المواد المهدورة او الخارج الستاندرد قلت، بينما ستيل انا في مجال التحسين الافضل من ذلك. ناتي بعدها كل النقاط الان او كل المسامير المنتجة داخلة في الحد الاعلى والحد الادنى، فمعنى ذلك انا سويت تحسين. فممكن اقول كل اللي انتجت مليون قطعة ما في قطعة طلعت برا، فانا الان سويت عمليات تحسين مستمرة و اتبعت منهجية سكس سيجما، فبحيث ان نسبة العيوب او ديفكتس عندي قلت بشكل كبير. اتمنى يكون يعني الشرح هنا واضح. طبعا تاخذها في الخدمات، تاخذها في اي شيء، لكن انت قاعد تسوي تحسين مستمر وتسوي اناليسز وبرامج انك تحسن في الانتاج او تحسن في الخدمة بحيث انك تكون within the limit، الحد الاعلى والحد الادنى او within the standard المطلوب منك. طيب احيانا احنا صناعيا عشان تقول والله انا ابغى انتج كل شيء يعني بالسكس سيجما، يعني يكون ما عندي نسبه هدر زيرو، طبعا احيانا تكون صعبه جدا حسب نوع المنتج قاعد تنتجه. مثلا انا قاعد انتج مثل ما تشاف صاموله او شيء بسيط زي كذا، وصاموله هذه ما هي مستخدمه والله في صاروخ ولا في شيء. ف عاده الاندستريال تولرنس من 3 إلى 4، يعني من 3 سيجما تو 4 سيجما، احيانا يقول 4.2 في المجال هذا. يعني في هدر مقبول، لكن في بعض احيان الصناعات لا، لازم تستخدم فيها سكس. صناعات دوائيه، صناعه الطيران يعني هذه جدا حساسه، السيارات من الاقل شوي حساسين منها، لكن ستيل بعض الاجزاء في السياره حساسه جدا، خاصه لها علاقه بالماكينه او بنظام الوقود او نظام التعليق ارامل. تيجي بعض الامور قاعد اصنع يعني شيء بسيط جدا، ما احتاج اني اصرف، لان احنا ذكرنا في الكوست والكواليتي، انت عشان تحصل على الجوده العاليه في مقابل عشان تدفع عشان تحصل على الجودة العالية. فإذا كانت المنتج حقك ما هو كريتيكال أو شيء حياة أو موت، الوصول لمرحلة الجودة البرفكت السكس سيجما إن ما عندي أي هدر، أحيانا يكون مكلف عليك أكثر من يكون فيه ولو هدر بسيط. فهنا تقدر الأمور بقدرة حسب نوعية المنتج. ما هي دعوة إن الواحد يعني يفركش يعني ما يشتغل مضبوط، لا، لكن إحنا نقول إن تطبق الآليات والمنهجيات حسب احتياجك لها. طيب الحاجة الثانية بنتكلم على الهدر، ذكرنا في 3 أنواع من الهدر، طبعا الأسماء المودا والمورا والموري هذه كلها أسماء يابانية، تمام، تبين 3 أنواع من الهدر. لو شفت أي هدر حولك سواء صناعي أو حتى في حياتك الخاصة في الخدمات ما تخرج عنه الثلاث أشياء هذه. المودا أحيانا يكون عندك يعني إمكانيات ضخمة، لكن أنت ما أنت قاعد تسوي good utilization الإمكانيات، يعني موظف يعني مثلا مهندس معطيله شغله ممكن يسويها تكنيشن او واحد حتى ما معاه شهاده، فهذا يعتبر هدر للامكانيات. جايب مثلا تريلا كبيره وشيل عليها في الاخر يعني شيء بسيط، يعني حاجه ممكن تشيلها في ونيت، فهذا يعتبر هدر للامكانيات. الامر الاخر اللي هو المورا، يكون عندك ما في توزيع عادل، يعني الديستريبيوشن حقك لللود سواء زي ما شايفين التراك هنا
للأحمال أو للعمل أو للمهام، ما في توزيع، أو حتى في الإنتاج تجد مثلا قاعد ينتج مثلا أحيانا ما في طلب لكنه يبغى يحقق بس التارجت، فقاعد ينتج في وقت ما في السوق، ما هو قاعد يأخذ المنتج حقه، فممكن قاعد تسبب ترفع الانفنتوري الموجود عندك أو المخزون، أو تسوي هدر في الموارد. المورة على النقيض هذه تكون أحيانا الإمكانيات قليلة لكنك يعني زي ما تقول قاعد تحمل أكثر من طاقتها. شغلة ممكن أسويها خمسة، أنت جايب فيها موظفين اثنين، تقول هذول الاثنين يشتغلوا، طبعا حتكون في أخطاء باد كوارتي، حتكون في يعني حتى أشياء مكتوب لها علاقة في السيفتي. ماكينة مفروض أنها يكون لها صيانة مثلا كل شهر، يعني بعد عدد ساعات معينة توقفها تسوي لها صيانة، أنت لا عشان الشغل والإنتاج لا قاعد تخلي الماكينة تشتغل إلى أن تنهار. فهذه كلها يعني أنواع الهدر تنحصر تحتها، وهذه حقيقة عرف الهدر، بعضهم قال لك سبعة بعضهم قال لك ثمانية، لكن أنت لو دخلت في الحياة العملية وشفت الأمور هتجد أن أحيانا الهدر الديفكتس، لما يكون عندي عيب، أنا عارف أني عندي عيب في المنتج، هذا أول أنواع الهدر، هذا الديفكتس، عندي عيب في المنتج وقاعد العيب يتكرر مني، أو عيب في الخدمة وقاعد يتكرر العيب، تمام، فهذا قاعد يولد عندي نوع من الهدر في الطاقات، الهدر في المواد، unsatisfaction العملاء، فهذا نوع من انواع الهدر. الاوفر برودكشن احيانا تنتج برودكت اكثر من تحتاج، وهذا الحقيقه يعني اللي اشتغل في المصانع ممكن يلاحظها. في كي بي اي البرودكشن، عنده كي بي اي لازم ينتج كذا بدايه السنه، قال لي والله تنتج مثلا 100,000 طن، طيب السوق ما يستوعب، ف او في مشاكل حاصله عندي في المكاين، لازم اوقف، لازم اخذ يعني الصيانه الدوريه حقتها، فلا اوفر بروديوس بحيث انه يحقق التارجت حقه بغض النظر السوق استوعب ولا ما استوعب، وطبعا يتولد عندي انفنتوري عالي جدا. حتى في الخدمات تعرف الاوفر برودكشن، انت لما تكون مثلا قاعد ترسل دوكيومنتس احيانا تجد يعني موضوع معين ايميل، تلاقي واحد بيرسل لك كميه كبيره من الدوكيومنتس تروح طابعها، انا واحد من الناس اطبع يعني اي دوكيومنت تجيني ما اقدر اقراها على الشاشه، هذا الشيء كلهم كذا لازم نطبع ونقراها، فاحيانا هذه تعتبر اوفر برودكشن. الويتنج تايم احيانا تكون تنتظر عملية تخلص تبدأ عملية اللي بعدها، ما يكون في تناسق في العمليات، فبالتالي يكون عندك المسألة الويتنج هذه waste of time waste of effort الموجودة. ما عندك good utilization للتالنت، عندي ناس very talented وموظفين متدربين وكفاءتهم عالية جدا، فأوظفهم في وظائف قليلة ما أقدر أخذ منهم يعني الكفاءة والسكيلز المطلوبة أو العلم المطلوب منهم. النقل في حين يكون في movement يعني أو حركات في عملية النقل من المخزون من المستودع إلى الموقع، من الموقع المستودع، أحيانا حركات كثيرة motion كثيرة ممكن تختصرها وتقلل الموشن. حتى في الدوكيومنتس يعني واحدة من الأشياء حتى بنذكرها إن شاء الله في أدوات التحسين المستمر، يعني أذكر هذا مثال سابقا قبل يعني ما تصير المحاكم أونلاين والأمور هذه تتطور، ف كان تروح وتاخذ معاك اثنين شهود، ومع اثنين شهود تاخذ اثنين يعرفوا الشهود، طبعا الان كلها تحلت بمساله البصمه، لكن واحده من الموفمنت الحقيقه ما كانت يعني جيده حتى بعد ما تطورت الامور، بعد ما يخلص الشيخ يطبع لك مثلا التوكيل او وات ايفر طبعا من عنده، يقول لك روح اختمها من رئيس المحكمه، طب خلاص مش انت متاكد منها وانت يعني تطلع مختوم، بس لازم تروح تختمها من رئيس المحكمه، الختم عنده. فكانت هذه يعني موفمنت قاعد تسويها unnecessary movement، فتروح وتقعد تستنى أحيانا رجال ما يكون موجود، فلغاية في الآخر يقراها كذا ويختم لك عليها وتأخذها. الآن من تالي في الثلاث أربع سنوات الأخيرة لا، أصبحت الآن تطلع من البرينتر خلاص مطموع تأخذها وتمشي على طول، فيعني قللوا الموفمنت. ففي unnecessary movement أحيانا تكون unnecessary movement في الإيميل، تلاقي واحد مرسل إيميل لكل المنظومة، تيجي انت ترد عليه يا انت المقصود فيه، تيجي انت ترد تروح رادع على الكل، فهذه ايضا فيها ويستنج للتايم حق الناس. في الاكسترا بروسيسنج، احيانا الواحد يعني يسعى للكمال، سعي للكمال شيء جميل جدا، لكن احيانا تسوي اكسترا بروسيسنج انت ما تحتاج، يعني 80% زنف مش لازم توصل 100%، فتبدا تسوي بروسيسنج زي السكس سيجما اللي ذكرناها من شويه، انا المنتج حقي ما يحتاج اوصل بيرفكشن فيه، لكن تفضل تسوي اكسترا بروسيسنج الى ان تصل لدرجه عاليه من الكمال ما يحتاجها لا المنتج ولا الخدمه اللي قاعد تقدمها. طيب هذه برضو مثال على احد منهجيات كايزن دائما نسمعها، عمليه اللي هي التحسين احد ادوات
والتحسين مستمر كايزن هي التحسين أو التغيير للأفضل. منهجيات لطيفة وجميلة جدا، وما تحتاج حقيقة زي ما تقول تحط كابكس أو تحط معدات أو أجهزة، لا لا، هي أفكار تأتي من في الغالب من العاملين، ويكون لها طبعا زي ما تقول حلقات أو يعني لابد تكون تحلل المشكلة، ويأتي واحد بأفكار بسيطة جدا وقابل للتطبيق. يعني مثلا مثال الآن هذا في مكتبة اللي هو على أقصى اليسار، هذه الكتب حينما يعني واحد يوخر كتاب منها، لو رجعت صفيت الكتب ضغطت على بعد ما عرفت ان في كتاب ناقص من المجلدات. فالفكره حقتها بسيطه جدا، تيب شريط لاصق يوضع عليها، فاذا انسحب الكتاب خلاص عرفت ان في ميسنج، الكتاب هذا رايح. طبعا الان في انواع المجلدات، تجد مثلا ابن كثير تلاقي مكتوب على عرض المجلد ابن كثير، فانت عارف لو سحب واحد حتلاقي الكتابه مقطوعه. هذه ايضا الحنفيه حقت الماء، هذا اللي هي على اليسار هي تراديشنال، هي لفها يمين ويسار، انت ما انت عارف هي مفتوحه ولا مقفوله، لكن بالطريقه عن بعد التطوير بالكايزن الان اصبحت خلاص اذا كان المقبض مع اتجاه الماسوره معناها مفتوحه، اذا كان متعامد عليه معناها مغلقه، فانت من بعيد ما يحتاج تروح تشيك على الفالف، خاصه اذا كان في مكان مرتفع او مكان ضيق، فتقدر من بعد تعرف هو مفتوح ولا مغلق. هذا ايضا اللي على اليمين الصاموله اللي فوق، هذه يعني رائعة جدا، خاصة في الأماكن الصناعية اللي فيها اهتزازات عالية، فتصير في لوسينج في الصواميل، تتحلحل الصواميل شوي، فلازم كل شوية ما ماشي العامل بالمفتاح ويسكر فيها ويتأكد أنها مسكرة. هذا خط بسيط يربط ما بين الصامولة والبوشر، بحيث أن إذا صار فيها موفمنت حركة بسيطة عرفت أن هذا مسمار منحل فتربط. فهذه أحد يعني الكاي من الاشياء حقت كازم التحسين المستمر. ايضا نفس الشيء حق السياره، سابقا انت قاعد ترجع واحد يقول لك ارجع 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 على المتصلب، لا الان ممكن لو في مرايه خلاص ما يحتاج الامور هذه. تحسين بسيط جدا، يعني لا يحتاج واحد عبقري في الاحصاء ولا يحتاج واحد ماخذ بلاك بيلت، لكن تحتاج تمكن الناس التي تعمل على في المنظومه وتسمع لارائهم وافكارهم وتبدا تطبقها. وتوقع يعني كثير منا يعني في بيتك انت تقدر تسوي اشياء كايزن او سويت اصلا، والعيال في البيت يسوي اشياء تطور بحيث انها يعني تتوافق مع احتياجاتهم. طيب ما حنطير كثير في الموضوع هذا، نتكلم الان على اليات. لا ذكرناها سابقا، هذا كله كان منهجيات، عفوا السلايد هذه يعني كنا نتكلم على منهجيات، تكلمنا عن منهجيات طبعا هي اكثر من ذلك بكثير، واعطيت امثله على بعض المنهجيات، يعني بعضها يشكل عليه كان زي السكس سيجما، فحبيت اني يعني أعرف الإخوان فيه، ومسألة الهدر الموضوع. طيب الآن الآليات عشان تحسن في الغالب لازم تمر على دائرة حق الدمين، سواء أن تقصد الموضوع ولا ما تقصد، في الغالب هتمر على نفس الموضوع هذا، لازم عندك بلان تخطيط، بعدين تسوي ترايل تمام وتبدأ تشوف التحسين اللي قاعد يصير، سوي تشيك هل فعلا الترايل اللي سويتها أو التعديل اللي سويته يعني ناجح ولا لا، إذا والله ناجح أكت خلاص عمم التجربة. فهذه اللي هي أدوات يعني اللي حاطه هنا، هذه اي مشكله تواجهك لازم تسوي كذا، حتحلل تمام، بعدين تختار منهجيه مناسبه للتحسين، بعدين تدور على ادوات مناسبه الاحصائيه اللي حنمر عليها بعد شويه، تقول والله انا حستخدم في القياس كذا او حادرس البروس حقتي بطريقه معينه، بعدين ترجع تشيك صار يعني المراجعه صارت التحسين ما صار، وتسوي اعاده ضبط. ففي الغالب اي مشكله حتمر عليك، سيبك من مساله والله سكس سيجما ولا غيرها، هذه لازم تعرف أساس المشكلة، تبدأ تشوف الطريقة لحل بها المشكلة، تستخدم الأداة المضبوطة، بعدين تسوي مراجعة. هذه منهجية كلنا نتبعها. طيب أجل الديمينج خلنا نتكلم عليها، قال لك خطط بلان، أنت لازم تقيم الوضع. هذا كلام شوية عندي والله فيلير قاعد يحصل ومشكلة هدر قاعد يحصل، فلازم أقيم المشكلة الحاصلة، لازم أكون عارف إيش المشكلة في استخدام بعض أدوات التحسين عشان تأخذ القياسات أو القراءات. بعدين تبدأ تدور على منهجية معينة هستخدم فيها إيش، إيش المنهجية هاي اللين هستخدم فيها سيكس سيجما، هستخدم لين سيكس سيجما كايزن غيرها من المنهجيات. بعدين نفذ طبق المنهجية المختارة، بعدين افحص تشيك، برضو هتستخدم أدوات التحسين المستمر في التشيك، أدوات إحصائية تعرف أنت فعلا حققت ولا ما حققت، بعدين تسوي الاستجابة الآن تعمم التجربة أو تكبرها أو تطلقها على مستوى على بعد كانت مجرد بايلوت. جوران له نفس الموضوع تقريبا، سماها ثلاثية جوران لكن تعتمد على نفس الفكرة، تخطيط مراقبة تحسين.
فنفس الاسلوب الموجود في عجله ديمينج هو الموجود عند ثلاثيه جوران، وهي موجوده اصلا زي ما قلت لكم، هي مساله يعني باي ديفولت موجوده عندك انت لما تيجي تفكر في اي مشكله لابد تتبع المنهجيه هذه، سواء كنت والله عارف ديمينج ولا ما تعرف ديمينج. طيب عمليه التحسين المستمر عمليه لا نهائيه، يعني شوف انت ما سويت الدائره حق ديمينج في مرحله تمام، وصلت لمرحله اعلى يعني حسنت، لكن استد بعدها تنتقل لمرحله اعلى منها، وهكذا عمليه غير منتهيه، ما في حد يبلغ يعني مستوى الكامل. كل ما تحسن في مكان ممكن يطلع لك بوتلنك في مكان اخر، عدل المكان الاخر اللي صار فيه المشكله، وهكذا. فهي عمليه مستمره، ما تقول والله حجيب واحد يسوي لي تحسين وبعدين اديله فلوس واقول له مع السلامه فتره، او لا، هي منهجيه لازم تتبعها في المنظومه عندك. لذلك التوتال كواليتي مانجمنت ما هي عمليه برنامج تشتريه او يعني وان شوت او تيجي تقول واحد طبقها في اسبوع، لا، هذه يعني عمليه تدريبيه طويله وعمليه لازم تتبناها المؤسسه، ممكن تاخذ السنين ان تصل لمراحل المتقدمه فيها. نفس الشيء جوران عنده مرحله معينه كانت فيها فاريشن عالي في البروسيس، احنا شايفين عندي ابر ليميت ولور ليميت وعندي فاريشن عالي، سوى بعض الامبروفمنت اخذها لمستوى اقل وصار الفاريشن يعني اقل، بعدها ممكن يكرر العمليه مره اخرى وهكذا. فهي عمليه مستمره وغير منتهيه. طيب انا بذكر مثال الان حقيقه، هذا مثال حصل يعني انا كنت جزء من المثال هذا، انا اطلع كل اللي في الشاشه. نعم، هذا في الكاستمر كومبليت. انا كنت يعني فتره طويله شفت الحاجه تسمى تكنيكال ماركتنج، من ضمن مهام تكنيكال ماركتنج اذا كان في صناعه الحديد، اذا كان الزبون عنده مشكله ف لها بروسس معينه يرفع كومبلينت، طبعا احنا نستجيب للكومبلينت سواء اذا كان تكنيكال يجينا، اذا كان له علاقة باللوجستيك بالشحن وكذا روح لإدارة ثانية، فيأخذ دورة الكومبلينت. فاللي لقينا الزبون في الآخر زعلان، كنا نسوي سيرفي اسمه NPS Net Promoted Score، فكان اللي هو اللي يسألوا من الصفر لعشرة أنت مدى الساتسفاكشن حقك، فوجدنا أن الناس غير مبسوطة من أدائنا في الكاستمر كومبلينت. يوم سوينا طبعا سيرفي ورجعنا اتصلنا على الناس المستاءة، بدنا نفهم منهم، سوينا اناليسز معينه برضه تمر معنا في التوز زي الاشكاوى او غيرها، وجدنا ان الفتره طويله عشان ارد عليه من يوم يرفع كومبلينت. انا وصلتني ماتيريال منك اليوم رفعت كومبلينت، ابغى لي 9 ايام هذا الافرج حقي عشان ارد عليه، 9 ايام عشان يعني اذا كنت بعوضه. طبعا بعضهم تكون 3 4 ايام بسيطه، لكن بعضها يعني تتجاوز 15 يوم. فطيب فاحنا كان عندنا التارجت اول احنا نخليها 3 ايام، فعلا سوينا بعض شفنا اساس المشكلتين، مساله والله لما يجي الكومبلينت صار يعني يجي عند موظف، احنا الموظف هذا يعني ما يرسل الكومبلينت، ما كان في اليه معينه لارسال الكومبلينت تمام، سواء كان على التكنيكال او على السبلاي تشين، فطورنا الاليه هذه وحسناها. بعدين سوينا بورتر، يعني اول ما يجي كومبلينت يعني حتى الزبون ممكن يعبي الكومبلينت في البورتر مباشره فتجيني اوتوماتيكلي. سويناها فعلا طولنا 3 ايام، بعدين سويناها قلنا خلها تصير 24 ساعه، مش لازم احل لك المشكله في 24 ساعه، لكن لابد يكون في استجابه، اطلب منك عينات، اسوي لك زياره، على الاقل اكلم الزبون وافهم منه المشكله، يرسل لي اناليسز واطلب منه بعض الداتا اونلاين، فصار في تحسن في العمليه. طبعا ما كنت حتعرف ان في عندك مشكله الا ما يعني سويت سيرفي وعرفت ان الزبائن مستائين من الموضوع هذا. بديت تطوع حسنت الى 3 ايام، كان طبعا تحسين رائع جدا. بعدين سوينا هاي 24 ساعة الاستجابة، يوم تركت أنا ده كان 24 ساعة الأفرج، طبعا هو الأفرج حقنا بعضها أكثر من 24 ساعة بعضها أقل، فيعتبر تطور كبير جدا. فهذه نفس يعني استخدم فيها آليات كثيرة من حد مر معنا أو أدوات كثيرة من حد مر معنا استخدمت لتحقيق هذا الأمر. طيب نتكلم الآن عن أدوات التحسين المستمر. طبعا في 7 أدوات، وذكر حتى البروفيسور محمد في لقاء بداية الأسبوع أن 90 أو 95% من المشاكل تحل بسبع أدوات، وفعلا 7 أدوات هذه ما تحتاج أن تكون أنت رجل إحصائي ولا تحتاج تكون مهندس، لا، أنت تستخدم الأدوات هذه بكومن سنس، يعني كل واحد يفهمه يستطيع يستخدم الأدوات هذه. فحنمر عليها طبعا، واحد اسمه فلو تشارت، تشيك شيت، باريتو أناليسز، هيستوغرام، سيبك من الأسماء الأجنبية إذا ما كان داخل، نشوف الحين بالعربي السكاتر شيت وعنده كنترول شيت، بنشوف الآن كل واحدة وتطبيقات بعض التطبيقات عليها. فهي هذه أدوات التحسين المستمر، وهذا المقصود بكل شغلاتنا اليوم أدوات التحسين المستمر. لكن عشان تعرف أهمية أدوات التحسين المستمر لابد أن أعطيك المقدمة
السابقة. طيب، أسهل واحدة أو أكثر واحدة يعني تمر معنا من الأدوات هذه اسمها المخطط الانسيابي أو الفلو شارت. أتوقع الرسمة هذه كلكم شافها أو كلكم مر عليها. وحتى لو ما شفت الرسمة هذه، لو قلت لك وصف لي نشاط من النشاطات اللي قاعد تسويها، لو الصبح بتروح لشغلك، تصحى من الصبح تغسل وجهك وتطلع للسيارة وتشغل السيارة وتمشي، هذا فلو، مخطط انسيابي للعملية من يوم تطلع من بيتك توصل المكتب. تمام؟ فأي بروسس موجودة عندك لها مخطط انسيابي. في البداية عشان تعرف فين الديفكتس أو الخلل اللي حاصل عندك، لازم ترسم مخطط انسيابي للخدمة. إذا قاعد تقدم خدمة أو تقدم صناعة، فين المشكلة؟ عشان تعرف فين المشكلة لازم تعرف الحركات الموجودة عندك. إيش الستيبس؟ هل فيها ستيبس زايدة ممكن ألغيها؟ هل في ستيب معينة فيها المشكلة أبدأ يعني تاكلت؟ فلا بد تفهم المشكلة عن طريق المخطط الانسيابي عشان تعرف سير العمل. خلنا نأخذ بعض الأمثلة. طبعا هذه لما تشوف مخطط انسيابي كل واحدة دائرة، مربع، مثلث، كل واحدة لها يعني أمر معين أو لها مدلول معين. ما هو يعني أتوقع يعني دورنا اليوم نحن نتكلم في الموضوع هذا، لكن المهتم فيها المخططات الإنسيابية بتجد لها كثير في جوجل، يعني زي ما يقولوا حتلاقي شيء عظيم. طيب خلنا نشوف، مثلا خلنا نأخذ مخطط إنسيابي بسيط. قاعد تصحى من الصبح، ستارت، عندي نضبط المنبه، الألارم رينج، طب ريدي تو جيت أب، يعني مستعد أقوم من النوم ولا ما مستعد؟ مستعد، خلاص قمت من النوم وقفلت تنبه ومشيت. لا والله ابغى اخذ لي غفوه بسيطه. تعرف السنوز هذا اللي في الجوال كل شويه يرن عليك، احيانا تروح الشغل تلاقي لسه ما زال يرن عليك. تمام؟ فتحط مثلا بعد 3 دقائق رن، والله ابغى الثاني، تسوي اللوب هذه، تسوي ديلي مره ثانيه 5 دقائق وهكذا الى ان تلاقي نفسك مستعد تقوم، خلاص تقوم تروح العمل. فهذا مخطط انسيابي بسيط، في امر معين، خيار ريدي ولا مش ريدي، تبغى تروح ولا ما تقدر تروح، تبدأ تختار yes or no ويمشي. طبعا المخطط هذا سيبه بسيط جدا. في مخططات الحين لما انت تتكلم البنك، تمام، طبعا المكالمة في البنك هذه احيانا تكون جزء من قطعة من العذاب. على طار البنك بس اذكر مثال اليوم حصل صباح، وانا رايح بالسيارة كل شوية رسالة طن طن طن، رسائل ورا بعض كثيرة جدا. انا والله ارتحت، فطلعت فيها بعد يمكن رسالة 20 طلعت كده لقيتها من البنك ان في احد قاعد يسحب من الكريدت كارد. لا يا لهوي، مصيبه، 20 رساله جاتني. كملت والله سواقه، يعني قلت شفت المبلغ المسحوب 4.29 هلال، 4.29 هلال، والعدد كبير. قلت انا بسوي اعتراض عليها، ما في داعي انا يعني اتاخر عن العمل، وماشي في الطريق كل شويه رساله سرعات متوقفه قبل ما اوصل العمل. رحت العمل، اول ما فتحت حطيت جوالي قدامي وبدات اشوف الرسائل. 82 عمليه سحب، 82 في خلال 14 دقيقه. طبعا لغايه ما في الاخر اخر رساله جات من البنك، وقف الطاقه، جزاهم الله خير ما قصروا. تمام؟ طبعا حاولت اكلم البنك الان. هنا تبدا عاده مكالمه البنك يعني العذاب. اول شيء عنده خدمات جديده، فيقول لك خدماته الجديده، اعلانات الجديده حقته، بعدين اذا تبغى الحسابات اضغط 1، تبغى مش عارف البطاقات اضغط 2، لو ضغطت ان حاجه يعطيك قائمه ثانيه كبيره جدا تضيعك. في الاخر تجد نفسك يقول لك شكرا مع السلامه، ما لقيت يعني شخص ترد عليك في الاخر. فانا على طول قعدت ارص صفر 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 لغايه ما واحد طلع لي، قلت يا حبيبي انا الطاقه تشلحت اليوم. فالشاهد في الموضوع انت كل ما تسوي اوردر، بس زي ما حد مثلا واحد عنده مشكله في منتج فكلم، فيقول لك رص واحد، اذا كان المنتج مثلا مشكله في التكنيكال حترص واحد تروح للتكنيكال. في مخطط انسيابي ثاني زي حكايه البنك برضه، البطاقه، في تبغى ايقاف بطاقه، تجديد بطاقه، فهذه كلها مخططات انسيابيه. كل خدمه قاعد يعني تؤديها خلال عمليه الضغط على الازرار هذه هي رايحه في مخطط انسيابي. هم عارفين لما تضغط واحد ايش حيصير، حيطلع تحت 4-5 خيارات اخرى، اذا كان يس اور نو كل واحده تنقلك الى خيارات. هذا مخطط انسيابي. فممكن تجد مخطط انسيابي في 4-5 صفحات زي ما تشاف هنا. اذا اخترت يعني الاذر تروح لمخطط انسيابي ثاني، اخترت الفواتير حتروح مخطط انسيابي اخر، وهكذا. هذا مخطط الانسيابي. احيانا يكون في عندك اكثر من ستيك هولدر او صاحب مصلحه في الموضوع. يكون عندك زبون، السيلز، الوير هاوس، المستودعات، الكاستمر. تخيل انت قاعد تسوي اوردر عن طريق الاونلاين، يعني زي هذا اليوم اللي كان قاعد يشتري على الطاقتي، فهو قاعد يشتري مثلا، هو كاستمر حتى لو كان مشلح البطاقه فهو كاستمر، قاعد بليس الاوردر. فالشركه قاعد تشتري منها امازون ولا اي شركه اخرى، انت ريبليس اذا كان الاوردر حقك كامل
نو ترجع يقول لك والله ناقص خانة لازم تعبي الخانة هذه ترجع وهكذا إلى أن تكتمل الأوردر بريس يقول لك خلاص يبعثها للمستودع متوفر الماتيريال يقول لك متوفرة في الستوك يشحنها للزبون ما هي متوفرة يقول لك ريفند أو إرسال رسالة إعذار للزبون إن الماتيريال مش موجودة. لاحظين هنا مخطط انسيابي لكن في أكثر من ستيك هولدر بائع والمشتري والمستودع وخدمات العملاء. هذا مثال مخطط الانسيابي لكن هنا صار في عملية تطوير يعني من غير ما نمر عليه هنا لا. سابق أنا في مستشفى مثلا روح المستشفى أحد المستشفيات يعني ما في ما نذكرها هنا ما أحنا نذكر شيء بس في سمان الحبيب مثلا سابق لما كنت تروح كان يكتب لك الدكتور الوصفة يدوية صح وتروح للصيدلية وتصف طابور في الصيدلية ويعني موجودة مش موجودة أحيانا دواء مش موجود فيبدأ يتواصل مع الدكتور بحيث يعطيك دواء آخر ففي عملية هدر شوية في مسألة الوقت والعدد الحركات الآن ما يحتاج وانت عند الدكتور على الكمبيوتر حط الدواء عرف موجود أصلا مش موجود ما يحتاج يعني يعطيك خيار آخر من الصيدلية خلاص كله موجود عنده موجود الدواء مش موجود كليك عليه تروح للصيدلية يعني ممكن تلقى الدواء حقك مجهز يعني خلاص أنت تروح هناك بس تأخذ الرقم تحط والآن صار في خدمة رائعة جدا عندهم آخر مرة رحت قال لي والله في زحمة عشان كورونا إحنا ممكن إذا أنت ما أنت مستعجل لو ما تبغاه اليوم أنا وصل لك إياه لغاية البيت وفعلا أعطيتهم رقم التليفون ثاني يوم وصلوا لي الدواء إلى باب البيت فيعني بدأت تحسن وتطور الخدمات ودرس الفلو شارت أو مخطط الانسياب العملية مسألة الختمة اللي ذكرتهم شوية حق المحكمة أتوقع أنه درس المخطط الانسيابي قال لك هذه عملية زائدة أو خطوة زائدة ممكن إحنا نطور تمام من خلال فهذه أدوات التحسين المستمر عندي فلو شارت شفت فين الجاب أو فين الخطوة الزائدة إليمينيتد صار هنا لين وخرت الخطوة الزائدة صارت البروسس أقل وألطف طيب هذا المخطط الانسيابي قائمة التحقق هذه أيضا تشيك ليست هذه كلنا نسويها نموذج قاعد جمع البيانات في شكل معين يعني مثلا أنا لما الزبائن كانوا زعلانين يقول لك أنت بتطول عليهم وكذا أنا قاعد تجمع البيانات طبعا تجمعها في تشيك ليست معينة في قائمة معينة إكسل شيت وات إيفر تطور التشيك ليست حقتك بتشوف لها بعض الأمثلة هي تدور أنت على أنماط متكررة مثلا هذا الناس قاعدة تسوي أسيمبلي لموتور معين ففي عندهم كومبلينت كاستمر كومبلينت قاعد تيجي قال لك مثلا البارتس القطع اللي قاعدة تجينا هذا داخل المصنع قاعدة تكون فيها رستي يعني عليها زي الصدى في مس ألايمنت في الويلدينج في مثلا في القطع كاستينج فيها فويد فيها فقاعات القطع المصبوبة الحديد هذه يكون فيها فقاعات صغيرة طبعا هذا يعتبر نوع من الديفكتس أشكال كثيرة من الديفكتس فالجماعة هنا يبغوا يعني اللي سوى التحليل هذا حطها مع الأيام ليش يبغاها مع الأيام ممكن يكون عشان نشوف الشفت أو العمال اللي شغالين في ذاك اليوم يقدر يعرف هل الخلل في العامل يعني فمثلا أول وحدة اللي هي أكثر شيء لاحظوه عندهم اللي هي الرستي supply part rusted قال لك يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء طيب الجمعة والسبت والأحد ما فيش مشاكل تقول هنا ما في توريد يعني ما نقعد أورد في يوم الجمعة آخر يوم في الأسبوع السبت عندهم إجازة الأحد إجازة الاثنين نسبة الصدى زادت مرة ليش لأن البضاعة اللي وصلت يوم الجمعة والسبت والأحد قاعد متراكم وقاعد مساجيها أمطار جو فبدأت تصير عليها نوع من الرصد أنت ممكن تحل الموضوع هذا تحطه تحت شلتر معين ما تصير يعني متروكة في الهواء فقدر يعرف المشكلة طيب المشكلة الثانية في المس ألايمنت في الولدينج قال لك والله تحصل عندي في يومين ممكن يرجع شيء تجد أنها في شفت معين عند موظف معين هو قاعد يسبب المشكلة هذه تدرب الموظف هذا وتحسنه عندي مثلا فويد في الكاستنج يعني فقاعات في الكاستنج شوف والله الماتيريال هذا أنا أخذتها من مين ذاك الوقت يعني المورد حقي إذا كان عندك أكثر من مورد تقول والله هذا عنده مشكلة في التصنيع فبالطريقة هذه تستطيع أنك يعني تعرف المشاكل تربطها ب يعني عندي مشكلة معينة وتربطها ب سواء كان بوقت تربطها بزمن معين تربطها في كوست بأشخاص أمر آخر من الرسمة هذه لو نلاحظ أكثر مشكلة متكررة عندنا وش هي supply part rusted القطع المصدية 20 مشكلة من أساس يمكن 60 مشكلة عندي 20 مشكلة في اللي بعدها إيش اللي بعدها هذه voids في الكاستنج في فقاعات هوائية في القطع المصبوبة طيب لو بحب حل المشاكل حقت المصنع حل إيش أو أبدأ أمسك المشكلتين هذول إذا حليتهم تستطيع أنك تكون حليت جزء كبير من مشاكلك وهذا حنمر عليه بعد شوية في باريتو أنك تحتاج تحل 80% تارجت 80% فأنت بالتالي حتكون حققت
big customer satisfaction وحليت جزء كبير من المشكلة. طيب واحدة ثانية من برضو من تشيك ليست أو قائمة التحقق، هذه برضو ممكن تأخذها مثل المثال اللي أخذناه من شوية حق السمار. هذه شركة كودك، طبعا كودك شركة كانت موجودة وانتهت، وتفليس كودك كانت تتدرس يعني في العالم، ما سووا شيء غلط لكن ما سووا شيء صح. هو قاعد ينتج الآن فيلم، الفيلم هذا له ثيكنس بالمايكرون 100 مايكرون، هو التارجت حقه انه يكون سمكة الفيلم 100 مايكرون، عنده تولرنس 105 الى 94 او 106 الى 94 مايكرون. طيب قاعد يشوف هذا في التشيك ليست، قاعد يعني مسك الفيلم الاول الثاني فقاعد يحطه في هذا التكرار، كم قطعه يعني اوكي هذه 100، فقاعد يشوف العدد، وجد ان في عنده قطع برا في التولرنس من الابر تولرنس من جهه اليمين وقطع من جهه اليسار. اسهل شيء ممكن يسوي هنا ايش؟ انه يحسن في البروسس، انه يسويها كله في النص. اوكي عندي اشياء يعني هدر او قطع يعني برا التولرنس، لكن واضح ان عندي هنا شيفت لجهه اليمين، فحاول اني اسحب المخطط حق الجهه، اشوف طبعا سبب المشكله ايش، ابدا اسحبها الى الوسط، وبعد كذا ابدا اشوف اللي طالعين برا هذول برا السكس سيجما او برا الابر واللور ليميت، احاول اسوي بعض البروسس اتطور عليه بحيث ندخلها جوا الابر واللور ليميت. تشيك ليست ممكن تستخدمها انت في التايم مانجمنت، مثلا المثال هذا واحد قاعد في المكتب وكل شويه يجيني مكالمات مقاطعه، تعتبر قاطعه اذا ما كانت لها هدف. فهذا الرجال سوى الحين يعني قائمه، قال لك رونج تليفون نمبر هذه الايام الاسبوع، يمكن ما لها علاقه بايام الاسبوع لكن رونج تليفون نمبر، قال لك كم عددها 20 مره جيله واحد متصل عليه بالغلط، تمام. انفورميشن ريكويست، واحد يبغى منه معلومات برضه ما لها علاقه بالوقت، بس واحد طمع الايام بس ما لها علاقه بالوقت وجدنا، تمام. كول فور بوس، واحد قاعد يكلم مديره، مش بيكلمه هو، ما يقصد هو يبغى يكلم مديره فيبغى يحول مدير. طيب فطلع عنده 49 مكالمه خلال الاسبوع جاته، واضح ان هنا مثلا رونج تليفون نمبر، انت لو مكان الرجال هذا ايش حتسوي؟ اقول للجماعه حدث الدليل حق الشركه اذا كان يعني، او اذا كان الخط حقي هذه ماخوذ من واحد قبلي يعني موظف قبلي، سوي اناونسمنت في الايميل، قول يا جماعه الخير التليفون تغير، انا تليفوني كذا، فلا بد انك تسوي، او تطلب منهم يعينوا لك تليفون جديد، رقم جديد من الشركه، تمام. الكول فور بوس ايضا مساله البوس، يعني ممكن تكون السكرتير حق البوس يكون يعني برضه رقمه يرسل للناس اللي قاعد تتعامل وتتكلم، يعني لابد تجد حلول للمشاكل عشان تقلل المقاطعات. لكن اكبر واحده كانت فيهم رونج تليفون نمبر، شوف الطريقه عشان تحلها. ايضا مساله اخرى في الليت ورك اوردرز، هذا ناس قاعدين شغالين في مصنع او شيء، قاعد الطلبات تتاخر، يعني توريد الطلبات تتاخر من عندهم، فحاول يربطوها، خد الايام حاول يربطها، قال لك مثلا هل تسبب المطر يعني ما قدر يوصلوا او ما قدر ينتج عشان المطر، ولا فورجيت سكيدجول، نسيوا السكيدجول، يعني انا عندي سكيدجول للانتاج لكن الناس نسيت السكيدجول حق الانتاج او التوصيل. وجدناها هذه كم 20 مره. طيب هنا معناها هنا في خلل. الهاي بريوريتي ورك، يعني توزيع اهميه الاعمال، برضو فيها خلل 30 مره. شوف من اصل 60 عندي 50 بس من حصره في انهم نسوا السكيدجول او توزيع الاولويات. هنا يعطيك الارم، تقعد كذا مع نفسك تسوي برين ستورمينج مع الباقيين. اول حاجه اذا هم فرقت السكيدجول لابد يكون في اليه للتفكير، تمام. تدريب للموظفين، يعني خطوات العمل تكون اكثر وضوح. مساله البريوريتي هذه مشكله المدير، يعني مثلا انا اكون مثلا قاعد في مكتبي، يجي مديرك يعطيك تاسك معين فيقول لك سويها، بعد شويه دخل عليك تاسك ثاني تقول له وقف اسوي من الاول، هذه ولا هذه؟ ما في حاجه نسوي الاثنين مع بعض، لازم يحدد لك بريوريتي، مين اهم بعدين المهم. فواضح ان المشكله في المانجمنت، ما هم عارفين يحددوا البريوريتي، وهنا المشكله ايضا في المانجمنت، ما حطوا لهم يعني كلير سكيدجول للموظفين. فاذا حليت المشكلتين هذه حليت الموضوع، فهذه قائمه التحقق تشيك. زي ما تلاحظ لازم بعد ما تشوف النتائج هنا ايش حتسوي؟ برين ستورمينج. برين ستورمينج هذا احد الاليات اللي تقعد مع الموظفين وتبدا تناقش في المشاكل اللي حاصله عندك. هذا ما ادري مهندس خالد، تبغانا ناخذ بريت وبعدين نوقف نصلي بعدين نرجع؟ احسنت. احنا عاده كنت بسوي لك كذا، بس كويس انت ما شاء الله عليك سبقتني، ما شاء الله دكتور خالد، ما شاء الله عليك. بعد انا اسمع يذن برا بس عشان زي ما تحب، تبغى انا اخلي بريته بعدين زي ما تحب. طيب ناخذ بريك 10 دقائق دكتور، وبعد ذلك نرجع ان شاء الله. خلاص 10 دقائق ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. شكرا دكتور. شكرا دكتور والله، حياك الله يا سيدي، الله يحييك.
بريك إن شاء الله فترة استراحة وصلاة العشاء فقط لمدة 10 دقائق، ونرجع إن شاء الله تمام 8:11 إن شاء الله. شكرا لكم جميعا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاهز دكتور إن شاء الله؟ اي حياكم الله جميعا. تفضل طال عمرك. نبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طيب اخوان، مر علينا احنا ما زلنا نتكلم في ادوات التحسين المستمر، وذكرنا ادتين مهمات جدا، المخطط الانسيابي والتشيك ليست او قائمه. فالان مع الاداه الثالثه وايضا جدا مهمه، هي مخطط باريتو. احنا ذكرنا ان الادوات هذه اغلب مشاكلنا في الجوده تحل عن طريق الادوات هذه. مخطط باريتو باختصار ممكن تستخدمه في كل شيء في حياتك، اللي هي نظريه 20-80، ان الافرط او الجهد اللي تبذله 20% يحقق 80% من النتائج، بينما عشان تصل للبرفكشن، عشان تصل ل 100%، فتحتاج ال 80% من الافرط الباقي عشان تكمل ال 100 هذه. فلذلك دائم حاول تركز على مساله ال 80% من الديفكتس، 80% من الهدر، فتجد انك تحتاج فقط 20% من الافرط المطلوبة. خلنا نشوف أمثلة عملية على الموضوع هذا، يعني كلام نظري جميل، لكن خلنا نشوف بعض التطبيقات العملية. طيب هلا تخيل لو عندك مجموعة من المشاكل، بغض النظر احنا نسميها الـ ABC، لكن لو وجدت هنا البريد، هنا في accumulation، هنا المشكلة هذه مكرر مثلا 19 مرة، هذه مكرر 17 مرة، وهكذا من التوتال. أنت قاعد تحسب البرسنتج إلى أن تصل 100% من المشاكل الموجودة عندك. انت لو وقفت على 80% هنا وحليت المشاكل هذه، فانت حليت اغلب مشاكل المنظومه عندك. هذه مختصر موضوع البريتو. بنشوف بعض الامثله اكثر عمليه على الموضوع. مثلا هذا الان انجن قاعد يسخن وفي مشاكل، فالوكاله قاعده تشوف وش المشاكل اللي حاصل عندهم، فقال لك دامج في الريديتور، المشكله في الريديتور قاعد، يعني صار في كسر او خلل. 31% من الحالات اللي حاصل عندهم، في يعني اكثر من نص الحالات، هي سببها ان في دامج في الريديتر. المشكله الثانيه قال لك وش هي؟ قال لك الفولتي فان، الفان حق التبريد فيها مشكله. المشكله اللي بعدها قال لك الترموستات، يعني فيها خراب، يعني في خلل في الترموستات، وهكذا وانت ماشي مع المشاكل. طيب انت لو مكان الوكاله هذه، هل تروح تحس في اخر مشكله عندك الكولنت ليكج، في عندك تسرب في سائل التبريد؟ هل انا في الوكاله هروح أسيب كل الدنيا هذه أروح لسائل التبريد وحل المشكلة، أقول يا سلام حلت المشكلة وحلت سائل التبريد؟ لا، ما هو منطقي، لأن هذه فقط ما تشكل يمكن ولا 4-5% من أساس المشكلة، بينما أكبر جزء في المشكلة كان موجود فين؟ إن عندك دمج في الريديتر ومشكلة في المروحة. حل المشكلتين هذه، تأكد أن الباقي المشاكل هتكون بسيطة جدا، وبعد كده تأخذ جولة ثانية وتشوف المشاكل اللي تحلها. يعني تأخذ المشكلة يمكن وقتها الترمستات حتصير هي مشكلة رقم واحد، لكن عشان تاكل اي مشكله روح للاساس الكبار اللي شكلوا 80% من المشكله، حلهم، فبالتالي تكون حليت الباقي. طبعا عشان تصل للموضوع هذا لازم يكون عندك تشيك ليست، قاعد تجمع الاشياء اللي قاعد تسوي الخراب، بعدين تسوي اناليسيس وتحديد احصائي لغايه ما تعرف عدد المشاكل مدى تكرارها، وبالتالي تبدا تعالجها مشكله مشكله. فانت هنا هذه تشكل 83%، لو حليت 83% او 80% فانت يعني انجل شيب. هذا مطعم، مطعم الناس قاعده تتشكل، زباين قاعدين، يعني في سيرفي في المطعم والزباين قاعده تشتكي، فجمعوا في السيرفي قال لك فين مشاكل الزباين، سووا 1722 سيرفي، يعني اخذوها من الزباين، فوجدوا ان اغلب المشاكل اللي كانت موجوده عند الناس، مش حاطين النويز، المكان مزعج، الاوفر برايس، الاسعار غاليه، الطعم حق الاكل، هل هو طازج غير طازج، وهكذا الانتظار الى اي اخر مشكله كانت سمول بورشن، يعني كميات الطعام قليله. طيب انت الان تجي تحل المشكله هذه، تقول عشان ارفع ساتسفاكشن عند الزباين، روح لاكبر اثنين بشكل 81% من المشاكل فين؟ كانت مشكلتين اوفر برايس، سعر غالي، الامر الاخر انه كان عندك سمول بورشن، يعني حشب سوقين، سعر غالي وقاعد تعطيهم شويه اكل بسيطه. فانت عشان تحل المشكله هذه، يا تخفض السعر تمام وتبقي الوجبه مثل ما هي، او تزيد الوجبه وتحافظ على السعر، والافضل طبعا واحسن منهم انك تزيد كميه الوجبه وايضا في نفس الوقت يعني تخفض السعر. فما تروح تقول والله شوي، ولا تقول والله في عاش في المطعم هي السبب ان الزبائن مش راضين، لا، انت جنبت اساس المشكله، اساس المشكله انك سعرك غالي والكميات اللي تعطيها قليله. فين جبت الكلام هذا؟ من الباريتو. سويت سيرفي للزباين
فمن السيرفيس او التشيك ليست عدد المشاكل المتكرره استطعت اوصل الى المشكلتين الرئيسيات هذه وابدا اشوف الحلول المناسبه لي. على نفس المنوال ايضا في الهيستوغرام، دائما تسمعنا نسوي هيستوغرام. الهيستوغرام هي حقيقه تاخذ يعني فئات القراءه او فئات الاحصائيه اللي تبغاها تاخذها في يعني مجموعات، مثلا زي ما تقول مجموعه من 40 ل 50، هذه مجموعه من 50 ل 60 مجموعه، 60 ل 70 مجموعه، وتبدا تشوف نسبه التكرار قاعده تحصل. خلينا ناخذ امثله عليها عشان نشوف التوزيع حق هذه. مثلا بنايه معينه او مكان في ناس لهم اعمار مختلفه من سن ال 20 الى سن ال 100، فتجد يقول لك والله في الفئه العمريه من 20 ل 30 تمام عندي شخصين هذه اعمارهم 25 22 وهكذا الفئات العمريه. فوجدنا ان اغلب الفئات العمريه عندك او اكثر فئه عمريه متكرره عندك هي الفئه من 40 الى تقريبا 70، هي الفئات الموجوده عندك في الدار هذه او في العماره في البلدنج. فاذا كان عندك اي نشاط تبغى تسويه او تبغى تسوي اي خدمات فتقدمها للناس في الاعمار هذه حتجد هاي ساتسفاكشن، طبعا بتستخدمها في اشياء كثيره. الهيستوغرام احيانا يكون في ميول، يعني ميول جهه اليمين جهه اليسار. فمثلا عندك في الانستغرام هذا برضه يوريك اذا كان عندك خلل في البروسيس وشلون تعدل البروسيس الخلل الموجود فيها. مثلا هذا كان في الحديد عندنا ننتج ماتيريال فيها ثيكنس، البليت نفسها لها ثيكنس. فمثلا انا التارجت ان الثيكنس حقي 4.3 ملي، فتيجي تشوف القراءات اللي اخذناها فتجد ان في فاريشن عالي من ال 5 ملي الى تقريبا 3.6. انت التارجت حقك في المنطقه هذه، لكن عندك عاده ابر ليميت ولور ليميت اللي هي مقبوله بالنسبه للزباين. فلو تشوف الرسمه اللي تحت عندي هنا اللور ليميت ال اس لور ليميت وال لور ستاندر ابر ستاندر، وهذا النورم المفروض يكون هنا يعني. فلكن وجدنا ان في ازاحه رايح لجهه اليمين زي ما انت شايف كل الكيرف في ازاحه لجهه اليمين، فمعناها في مواد كثيره هنا خارج التصنيف او انها صارت out of standard، فمعناها هنا في هدف. فتحاول تشوف ايش الاساليب اللي ترجع فيها الكيرف حقك الى المنتصف بحيث انه يكون between the lower والابر limits. طيب اللي بعدها هذه مشهوره جدا تسوي مخطط عظم السمكه، مخطط السبب والنتيجه اشيكاوا. طبعا اشيكاوا نسبه للياباني العالم الياباني اللي ابتكر الطريقه هذه، هي طريقه تحليليه تعتمد حقيقه اكثر على التحاليل المنطقيه. سواليف تقعد كذا انت مع الناس في عندك مشكله فتسوي برين ستورمينج، جيب التيم حقك وتبدا تتناقش باساس المشكله لغايه ما تصل الى الكوز الاسباب لتحدد يعني شلون وصلنا للمشكله النهائيه. فهذا لما تكون ذكرها من شويه 5S مش عارف انا، فقال لك طيب شلون اقدر احصلها؟ عندي الافكت، عندي السبب هو اللي في راس السمكه، لكن عظم السمكه احتاج اللي هي الاشياء المسببه. قال لك بالنسبه للتصنيع عندك 6M، وش ايش هي؟ قال لك الماشين الميثود الماتيريال المينتنس المان والمذر نيتشر. طبعا هو بس عشان يحطها ام فقال لك مذر نيتشر، هو يقصد الانفايرمنت البيئه المحيطه لكن سماها هنا مذر نيتشر الطبيعه الام بس عشان الام. المان يقصد بيها البيبل القوى العامله تمام. الصيانه مينتنس الماتيريال داخله الميثود او البروسيجر حقت التطبيق العمليه التصنيعيه والعمليه الخدميه والأجهزة. طبعا هذا بالنسبه للمانيفاكتشرنج. بالنسبه للادمنستريشن ايضا سموها 8P، نفس الاشياء هذه بس يمكن اضاف لها بعض الاشياء زي البلان. الفورس بالنسبه للسيرفيس، طبعا انت مو بلازم تاخذ كل النقاط يعني في التحليل حقك، تاخذ بعض النقاط اللي تتناسب مع البروسس الموجوده عندك. خلينا ناخذ مثال بسيط عليها الحين. هذا في زمن الكافيهات الان عندنا بمناسبه كافيه، خلينا نشرب شويه. كافيهات الان كثيره في كل مكان منتشره، فالكافيه هذا جاله سيرفي من الناس او الزباين مستائين من القهوه، قال لك قهوتكم سيئه. طيب يبدو الحين يحللوا، قال لك عندنا الناس البيبل الموظفين اللي في المكان، وعندي البروسيجر عمليه تحضير القهوه والاكوبمنت المعدات الموجوده عندي والماتيريال المواد الخام اللي داخله في الصناعه. راح للبيبل فقعدوا يسوي تحليل، يقعد كل التيم مع بعض كذا ويحلل. قال لك شوف طبعا من السيرفي حق الناس، قال لك في رودنس يعني الناس وقحه شويه، معناها ما هو متدربه not trained تمام. الفواتير تطلع غلط،
طيب عشان الفاتوره تطلع غلط قال لك ممكن يكون لها سبب ان انا مسوي كمبيوتر السيستم ما سويت ابديت لاسعار القهوه الجديده، ما دخلت عليها الضريبه مثلا او زودت الرقم، فهذه تبدا تشوف الاسباب فين. قال لك مثلا البروسيجر، قال لك برضه ممكن يكون الناس مش متدربين، يكون في مويه زياده يعني قهوه خفيفه او مطحونه بزياده فقاعد تطيح بودره معي في القهوه، فتبدا تشوف المشاكل من فين تحصل. تمام، الماتيريال والله قال لك السكر اللي قاعد استخدم سيء، الماتيريال قاعد استخدمه سيء، ممكن يكون غيرت المورد حقي، فتبدا تشوف المشاكل بناء على السيرفي مع الناس. الناس تتشكى من طعم القهوه، هل تشكى من نوعيه الخدمه، تبدا تمسكها. اذا كان والله من طعم القهوه ممكن تكون من الاكوبمنت، عندي الماشين اللي جايبها ماشين سيئه، ماشين مش كويسه، التسخين فيها مش كويس، فتبدا لغايه ما توصل كلها عن طريق البرين ستورمينج او العصف الذهني مع التيم الموجود معك مع السيرفي او التشيك ليست اللي جاي من الزبائن، تبدا تشوف فين المشاكل. واذا وقفت مثلا على اثنين ثلاثه من المشاكل حسب بريتو مثلا جتهم اكبر مشاكل موجوده عندك تبدا تعالجهم. السكاتر دايجرام او يسمى الرسم المبعثر، هذه تحاول تجد كورليشن او علاقه ما بين متغيرين. ممكن تكون عندك علاقه خطيه تمام ايجابيه او سلبيه او علاقه لينير او ما يكون في علاقه. سكاتر دايجرام ما في اي علاقه، يعني انت بتخيل ان في شيئين لهم علاقه ببعض، حطهم على السكاتر دايجرام ممكن تجد ان ما في اي علاقه. خلنا يعني طبعا هنا ممكن تكون هذه نو كورليشن، لو نيجاتيف كورليشن، يعني في كورليشن نيجاتيف لكن مش واضحه مره. تمام، واحيانا ممكن تكون بيرفكت زي ما انت شايف كده انها نيجاتيف كورليشن لكنها بيرفكت نيجاتيف كورليشن، نفس الشيء بوزيتيف كورليشن. خلنا مثلا ناخذ امثله لطيفه حقيقه، يعني ما يحتاج تروح لعمليه تصنيعيه. هذه مثلا لو اخذ درجات الحراره وهنا عدد المبيعات بالنسبه للايس كريم، طبعا هذه منطقيه، كل ما زادت درجه الحراره كل ما زادت مبيعات الايس كريم، فهذه سترونج بوزيتيف ريليشن، واضح ان كل ما زادت درجه الحراره زادت مبيعاتها. خدها بالنسبه للاكل والوجبات السريعه، قال لك والله مع درجه حراره في نيجاتيف كورليشن، كلما زادت درجه الحراره يعني قلت رغبه الناس في الاكل، يبغوا يروحوا الاشياء البارده يعني المشروبات وكذا، فبتقل رغبتهم في الاكل. القهوه قال لك لا والله ما في اي كورليشن بين القهوه ودرجه الحراره، الناس تشرب قهوه برد حر في صبح ليل، فما في اي كورليشن بين القهوه ودرجه الحراره، فانت قدرت توجد علاقه بين الاثنين. طبعا ممكن تستخدمها في اشياء طبعا كثيره، هنا هذه امثله بسيطه لكن تستخدمها كثير في الاناليسز عشان تسوي امبروفمنت. الان نتكلم على الكنترول شارت. كنترول شارت طبعا في نوعين، في كنترول شارت وران شارت، كلهم زي بعض، فرق بسيط طفيف بذكره بعد شوي. هذا يمكن في اغلب العمليات التصنيعيه لابد انك تمر على الكنترول شارت. حاول تشوف الفاريشن قاعد يحصل عندك او النتائج اللي قاعد تطلع عندك وتحطها في رسمه تمام حسب عدد القراءات اللي اخذتها، وايضا الابر ليميت واللور ليميت. خلينا نشوف الفرق بين الران شارت والكنترول شارت. قبلها خلينا نشوف هذه. اي نعم، شوف عندي هنا ابر ليميت موجود وهنا عندي لور ليميت اللي بالاحمر، بعدين عندي انترنال ستاندرد البرتقالي. مثلا الشركه ممكن تكون عندها هي انترنال ستاندرد تقول انا ما ابغى النقاط تتجاوز هذا الستاندر العالمي، لكن انا والله ستاندر حقي هنا تمام. وبعدين نشوف القراءات قاعد تطلع عنده المين حقه في النقطه الخضراء هذه، فوجد ان بعض القراءات قاعد تتراوح ما بين يعني الانترنال ستاندر والاكسترنال ستاندر، بعضها بتجاوز الستاندر، معناه هنا في مشكله لابد اني اعالجها تمام. هذه كلها قراءات بالاحمر، هذه قراءات خارج الابر ليميت، بينما الباقيه الواقع هنا صح انها فيها فاريشن لكنها وذن الليميت اللي انا حاطه عندي اللي هو انترنال ليميت. عادة نقول لك إذا وجدت ثلاث نقاط متجهة اتجاه سالب أو ثلاثة متجهة اتجاه علوي لابد أنك تأخذ أكشن، يعني صعب يكون في ترند واحد نازل أو ترند واحد طالع، معناها عندك في البروسيس يحتاج لها مراقبة. هذا تستخدم كثير في مسألة كواليتي كنترول كواليتي أشورس، عندي بروسيس شغالة وأحتاج أشوف، وبعطي بعض الأمثلة الآن حقيقة عملية وكان فيها توفير مادي كبير. طيب لما تقول عندي كنترول شارت وران شارت، الران شارت بدون upper limit و lower limit زي ما انت شايف هنا عندي قاعد اسوي انتاج معين، فالمين حق القراءات عندي طالع اربعة تقريبا، هذا المين حق القراءات هي قاعد تطلع وهذا الافرج حقها جاية النقطة هذه. بينما الكنترول شارت لا، انا عندي upper limit و lower limit انا ملتزم فيها لابد ان القراءات تكون بينها، والمين حقي هو مفروض يكون 4 point مثلا 2 وانا لازم اكون
between النقطتين هذه، يعني كل قراءاتي لازم تكون in between. أي شيء فوقها معناه تجاوز الستاندر، أي شيء تحت تجاوز الستاندر. فعادة إذا كان عندك عملية تصنيعية فالبروسيس تستطيع عن طريق الليفل 3 من الكمبيوتر تقدر تجيب القراءات حقتك في المصنع. أنا خليني أعطيكم مثال، ومثال حقيقة واقعي في حديد التسليح. أنا اشتغلت يعني في شركة حديد التسليح وصناعة الحديد، فالداتا المتولدة في السيستم كانت مهولة جدا، يعني كل كيمستري، طبعا في أكثر من كيمستري تستخدم حسب المقاس، فالداتا قاعدة تعطيني قراءات عظيمة زي ما انت شايف هنا، ممكن يعني بعضها تجاوز هنا، يمكن ما هو موجود الرقم هنا، بس هنا فوق 700 داتا لكل واحدة منهم. الحديد التسليح عندنا في الستاندرد في حاجة اسمها yield strength الإخوان اللي في الهندسة الميكانيكية، اللي هي نقطة الخضوع، في حاجة اسمها تنسال اللي هو أعلى strength. as per standard yield strength حديد التسليح يستخدم في البيت لازم يكون 420، أقل شيء يكون 420 ميجا باسكال، هذا المينيمم. والالتيميت تنسايل سترينث اللي هي اعلى نقطه الخضوع تكون 620، اعلى من 620. طيب احنا من الماده قاعدين ننتج، عندي كيمستري معينه قاعد اسوي لها رن، داتا موجوده عندنا كثيره، شفت الكيمستري وشفت البروبرتي الخواص، وجدنا ان اليلد سترينث هو مطلوب كم تكون يا جماعه 420، وجدت ان انا في الغالب الافرج حقي شوف قاعد انتج 511 الى 614، فالافرج حقي 567، يعني قاعد اعطي 120 فوق المطلوب، يعني قاعد اعطي سترينث اعلى من المطلوب. وايضا في الالتيميت تنسايل سترينث نفس الشيء، هذا الستاندر، وانا قاعد اعطي 707، هي المفروض انها تكون 620، انا الافرج حقي 707. طيب الان انا قاعد اعطي اكثر من احتياج الزبون، هو ما يحتاج، لو انت اعطيته على الستاندر انف. طيب ايش المقابل هنا؟ رجعنا للكيمستري ورجعنا سوينا تحليل، وجدنا ان عندي احد العناصر الكيميائيه اللي قاعد اضيفها ممكن انقصها شوي، انا قصها 0.1. يعني كان في حقيقه عنصرين تم تنقصهم هنا، منغنيز وسيليكون، تم تنقصهم شيء بسيط بحيث اني استطيع احصل على السترينث المطلوب، ولكن في نفس الوقت سويت توفير. فلما سوينا الاناليسز وسوينا الران اناليسز وجدنا التوفير في الطن الواحد يتوفر تقريبا من 8 ل 10 ريال. طبعا حسب رقم بسيط في الطن الواحد 8 ل 10 ريال، تخيل انت مثلا بتبيع من الكيمستري هذه 100 ألف طن في السنه، فتعتبر مليون ريال تقريبا، فيها رقم كبير جدا. فعلا صارت الموضوع هذا وسوينا لها رن، بعدها غيرنا الكيمستري وسوينا رن بسيط وسوينا فايل، تمام، لقيناها مضبوطه تمام، فعممنا الكيمستري الجديده. وهنا دخلنا في نفس الدائره حقت البلان والدو تشيك وكنترول وشيك واكت، لان سويناها الاول على مستوى ترايل لقيناها مضبوطه وناجحه ما في اي مشاكل عندنا، عممنا الان الكيمستري هذه وصار فيها في نهايه السنه توفير كبير مادي. فهذه واحده من الاشياء في التحسين المستمر، يعني الزبون ساتسفايد، الستاندرد ساتسفايد، تمام، وفي نفس الوقت انا حققت يعني وفره داخليه. كل هذا بناء على ايش؟ توفر المعلومات. المعلومات متوفره، لكن انت هل تقرا المعلومه بشكل صحيح ولا لا؟ يعني you have to do the right analysis. وكثير في المصانع والشركات خاصة عندها automation system، فالسيستم قاعد يولد داتا، انت دورك شلون تستغل الداتا هذه، شلون تعرف تقرأها، شلون ممكن تطلع منها الكنوز، تمام. فهذه هي واحدة من الأشياء في التحسين المستمر اللي نسويها. طبعا هذه السبع أشياء اللي ذكرناها، لكن في أكثر منها. في حاجة يسموها affinity diagram، نفس الشيء تبدأ تسوي تجيب الأفكار الموجودة عندك، ويعني هي زي البرين ستورمينج بس تحطها في جروبس، تسوي جروب للأفكار مع بعض، وأيضا قريبة جدا من أتشيكاوا أو عظم السمكة. فأنت قاعد تسوي تحليل هنا منطقي ونقاش وجمع الأفكار والآراء وتحطها في جروبس، تبدأ تسوي تحليل للجروبس هذه. في أيضا رادار تشارت، بعض الأشياء يعني خاصة تكون داخل في مقارنة بين منتجات أو مقارنة بين بروفارتز معينة، خدمات معينة، فتقدر تسويها على الرادار شارت. يعني ممكن تستخدم أكثر من تغير، يعني مثلا هنا مقارنة من أربع أنواع من الجوالات، رادار شارت قالك والله أنا إيش بقارن؟ بقارن الديزاين، عمر البطارية، الوزن حقها، سرعة البروسيسور، تمام؟ واليوزفلنس، البرامج يعني مدى الاستفادة من البرامج اللي فيها. فحطها وبدأ يقارن كل جوال من الثاني، فممكن واحد يكون جيد في مثلا في الديزاين لكنه سيء في البطارية، البطارية حقته الممتاز في البطارية مثلا عنده مشكلة ان بعض التطبيقات ما هي بال يعني. فهنا تبدأ تشوف انت ايش احتياجك، وتبدأ تشوف والله انا قاعد اصنع جوال ابغى اشوف
الجيد في كل واحد أحاول أضمهم في جهاز واحد في الآخر. فجميلة جدا في البنش ماركينج، تقدر تقارن بين المنتجات من خلالها. طبعا هنا لما تدخل في السايكل حق بلان ودو تشيك وأكت، في كل مرحلة من المراحل أنت ممكن تستخدم واحدة من التول أو أكثر من واحدة. يعني مثلا في المنطقة، في البلان أنت لازم تسوي مابينج للبروسيس. مابينج للبروسيس تسوي مخطط انسيابي للبروسيس، تعرف البروسيس حقتك ماشية فين عشان تتعرف على المشكلة. تمام، تسوي برين ستورمينج، حلقات النقاش. تمام، ممكن تسوي افينيتي دايجرام لغاية ما تطلع بأساس المشكلة. تمام، تسوي باريتو تشارت عشان تشوف وش أكثر شيء ممكن تشتغل معاه أنت، وتسوي ران شارت تشوف الفاريشن الموجود عندك. التولز في كل مرحلة مراحل ممكن تستخدم يعني كل التولز أو مجموعة من التولز بناء على الابليكيشن اللي قاعد شغال عليه. ما في شيء صح وخطأ هنا، لكن التولز هذه very useful. 7 تولز تستخدمها في آليات التحسين المستمر. بهذا إخوان نكون وصلنا إلى نهاية نقاشنا. استعرضنا تعريف الجودة والعناصر الأساسية للجودة، منهجيات التحسين المستمر، آليات وأدوات التحسين المستمر، ومرينا على بعض الأمثلة العامة على مسألة الجودة، تحسين الجودة. طيب أنا بكذا إخوان أكون وصلت لنهاية اللقاء. سعد جدا وجودي معكم، ونفس الشيء أكرر هذه يعني أما available في الثلاثة هذول، بس حقيقة available فعلا في الواتساب، الباقيين تويتر واللينكدين يعني مقل جدا فيهم، لكن الواتساب أي أحد يحتاج الماتيريال العلمية، هذا جوالي وهذا الواتساب حقي وهذا إيميلي، أرسلها. وأنا حتى مهندس خالد أنا أعتذر منك ما أرسلت لك الملف، برسل لك الآن أحفظه وأرسل لك PDF file. وأي أحد يحتاجه أنا حاضر إخوان، هذا رقم جوالي، وأسعد جدا بالتواصل معكم. المجال مفتوح إخوان للأسئلة، تفضل. ألف شكر دكتور خالد، حقيقة كانت أمسية ممتعة حقيقة، من لقاءات الجودة اللي تكلمت فيها ما شاء الله تبارك الله على أدوات التحسين المستمر، الجودة ومبادئها، ما شاء الله عليك دخلت علينا بال كل التولز اللي ممكن تساعد أي باحث ما شاء الله تبارك الله في الاستفادة منها. ما شاء الله تبارك الله بسطت لنا أجزاء كثيرة جدا، وخاصة فيما يتعلق بباريت شارت، عدد كثير جدا من حتى الكوزن افكت ما شاء الله عليك انت اعطيتها بطريقة جميلة، الفيشبون برضو ما شاء الله منهجيتك في العمل كانت جدا واضحة، ومن خبير ليس لا نقول انه خبير تنظير، انما خبير واجه العمل وعمل بهذه التولز، استخدمها استخدام يعني الخبير لما يكون مستخدم التولز، وافضل بكثير لما يكون مجرد اكاديمي ممكن عنده معلومات كامله، حتى لو يعني لا نقلل في من مجهودات احد، ولكن عاده سبحان الله اللي في الفيلد عاده يعطيك الاكيوريت ويعطيك الـ فعلا هل هذه التولز اللي قاعد نستخدمها ونسمع عنها هل فعلا لها 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 ايجابيات. وما شاء الله تبارك الله عليك اثريت حقيقة خالد، ما شاء الله ابدعت. الله بس حقيقة الان انت الان بتقعد توزع هذه، وحنا ايش نسوي طيب بعدين نقعد لا ما عندك مشكله دور لك طبعا نزعل بالعكس انا افرح بتواصل الاخوان كلهم. جميل جدا، جزاك الله خير، هذا من طيبك دكتور ما شاء الله عليك، وشباب ما شاء الله كل سفراء الجوده يستاهلون كل حقيقه كل خير ما شاء الله تبارك الله، وجدنا الحماس. انا حتى الحقيقه يعني جزء من المحاضر ما سمعته عشان قاعد اواصل على الاسئله الكثير اللي جتني على تويتر ما شاء الله، اسئله بشكل كبير، واغلبهم يسال عن الماده العلميه دكتور خالد برضو، وانت الان هذا هو قدامنا الان ما شاء الله تبارك الله. يعني انت حاط كل جميع الوسائل التواصل الخاصه فيك، وهذا شيء طيب ان شاء الله. وايضا نحن بدورنا في الهيئه السعوديه للمواصفات المقيس والجوده ان شاء الله، والبرنامج الوطني لسفراء الجوده، يعني عاده حين نعد سفراء الجوده نرسل لهم الماده العلميه كامله لجميع الدورات ان شاء الله بشكل شكل ان شاء الله ممنهج. خلينا نشوف اذا في اسئله. دكتور ساري، دكتور ساري المطيري طبعا احد زملائنا مستشار الجوده والتميز المؤسسي في المكتب التنفيذي الاستراتيجيه الوطنيه للجوده، يسال كمهندس جوده اعمل في خطوط تحسين جوده الانتاج، ايهما تفضل من وجهة نظرك دكتور خالد، استخدام مخططات التحكم أم منهجية 6 سيجما لتحديد نقاط التحسين وإعادة التحسين من خلال أدوات التحسين المستمر؟ الله يجزاك خير، شكرا لك دكتور ساري، وسعيد جدا بوجودك الله يحفظك. طبعا 6 سيجما مثل كما هي منهجية تحسين مستمر، لكن المنهجية تحتاج أدوات. فكل عملية مثلا تقول الـ 6 سيجما هي عملية تحسين بناء على الإحصاءات الموجودة عندك، تحاول تسوي عملية تحسين
تقلل الهدر، اذا كان عندي ابر ليمت لور ليمت احاول اضع كل الانتاج حقي او الخدمه في احسن صوره باقل هدر، بحيث اني اذا كان في عندي زياده في الانتاج، اذا كان عندي تقليل في التكلفه اسويها. فالسكس سيجما منهجيه، المنهجيه هذه عشان انفذها لازم تولز معدات، فشنطه العده حقتك فيها عاد اللي ذكرناه كله، بلوك شارت، مخطط الانسيابي. فسواء استخدمت سكس سيجما، استخدمت كايزن، استخدمت اي منهجيه من المنهجيات، لابد تستخدم التولز المناسبه. يعني بتقول بروح للسكس سيجما، في الغالب حتسوي برين ستورمينج، حتسوي تشيك ليست، حتسوي باريتو، عشان بعدين تحدد ايش التول اللي حتستخدمها والمخطط اللي حتستخدمه، بحيث انك تسوي التحسين في الجوده، بعدين ترجع تسوي مره ثانيه. فالسكس سيجما هي انك قللت الهدر، يعني استخدمت السكس سيجما كونسبت في تقليل الهدر، فهي منهجيه. بينما التول تستخدمها سواء استخدمت سكس سيجما او غيرها من الادوات. فهنا فرق بين المنهجيه والتول. جميل جدا، شكرا دكتور. طيب وفي سؤال ثاني ايضا من البدري ابو هادي، برضو من السفراء الجود المميزين، يقول في نظر الدكتور خالد الهاجري ماذا نحتاج في مؤسساتنا لنمهد لتطبيق ادوات التحسين المستمر لتصبح ثقافه مقبوله من قبل الافراد وايضا متبناه من قبل المؤسسات؟ والله سؤال كبير حقيقه، سؤال ذاك السؤال. يعني هذا اتوقع كل السفراء، برنامج سفراء الجوده قائم على الموضوع هذا، هي ثقافه. يعني انا اتفق معك مساله الانشطه ثقافه الجوده، فالناس اصبح عندها وعي في مساله الجوده والتحسين المستمر. لا بد يكون في تحسين في الخدمات المقدمه، وما في حاجه اسمها وصلت لاعلى مستوى. لا بد يكون في، حتى لو وصلت لمرحله متقدمه يكون في ما بعدها. ف تبني الثقافة، ومثل ما ذكرنا ما قلنا في ثلاث أشياء أساسية في التوتال كواليتي مانجمنت، قلنا الرابع وهو الأهم تبني الإدارة. إذا كانت الإدارة العليا مؤمنة بمسألة الجودة، فهنا الموضوع صار سهل بشكل كبير. والآن حقيقة مع استراتيجية الجودة والموضوع اللي قاعدين نتكلم فيه الأيام هذه وتبني الدولة لمسألة الجودة، فأصبح يعني في سهولة أكثر في تطبيق الآليات ومنهجيات الجودة. فبالتالي مسألة الناس تتعلم على التولز، تتعلم على الأدوات هذه، هتأتي مع الوقت. يعني لأن صار زي ما نقول المخطط أو الترند كله ماشي في مسألة الجودة، تحسين الجودة والاهتمام بالجودة وثقافة الجودة. فبالتالي الناس حتبدأ تدور على التول والتطبيقات اللي تستخدمها والمنهجات اللي تستخدمها، صار في تنافس في الجودة. لكن ما أقدر أقول لك وصلنا للمرحلة هذه إن صار في تنافسية في الجودة بين الناس، لكن واحد من البرامج الرائعة جدا سفراء الجودة، فأصبح في وعي. كل مرة نشوف عدد الحضور يزداد، وعدد الحضور كبير جدا، في ناس فيها حرص على مسألة الجودة، يبشر بالخير. سواء كان نتكلم في التعليم، في الطبية، في الخدمات، في الصناعة. ورؤية 2030 حقيقة تحتاج كثير. يعني نشوف مسألة الاعتماد على التصنيع، انتقال من البترول، اقتصاد البترول، اقتصاد الصناعي، هذه تحتاج لها شغل كبير جدا. نتكلم على الصناعة، فنتكلم على التحسين والجودة، أكيد هذا يعني من أساسيات جودة الحياة. أيضا جودة الخدمات الطبية، كل الأمور هذه تحتاج أن يعني نؤمن بالجودة، بعدين نبدأ ندور على الأدوات التطبيق. ممتاز. برضو في تساؤل من الأخت ندى العسيري، تقول الجودة وبراءة الاختراع أو الاكتشاف إيش موقعها في السعودية؟ بعيد شوي عن محاضرة الدكتور إذا عندك أي فكرة عنه. والله مسألة براءة الاختراع، هو بالشرط كل براءة الاختراع يكون فيها جودة. بالمناسبة براءة الاختراع أحيانا ما تكون يعني مثل نتكلم عن الابتكار والإنوفيشن والإنفينشن، الاختراع ممكن تخترع شيء. ترى كثير من الأشياء اللي تسجلها براءة الاختراع مو شرط أنها تكون يعني تنفذ أو تطبق. أحيانا تسجل الناس براءة الاختراع عشان يمنع الآخر من يدخل عليك في السوق، أو تمنع منافسة معينة. أنا ماني خبير في الموضوع، لكن عندي واحد ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذه شغلة في مسألة براءة الاختراع. مشكلتنا في حكاية براءة الاختراع اللي أنا أشوفه من وجهة نظري، خاصة اشتغلت في موضوع الابتكار في السابق، واشتغلت في التكنولوجيا اند انوفيشن في السابق، نفس الشيء تبقى هي ثقافة المجتمع. احنا في الغالب دولنا أو يعني مقلدين، إذا كانت ناس وصلت لتكنولوجيا معينة حنا نقلد التكنولوجيا، يعني احنا مستخدمين جيدين. لكن مسألة الإبداع والابتكار يعني موجودة لكنها محدودة.
وليس لها الدعم المطلوب وليس لها الآليات أيضا لتنظمها. الآن في تغير كبير حاصل في الموضوع، الحمد لله رب العالمين. أما مسألة الجودة فأكيد، لأن إذا كانت تفتكر وتسوي أناليسز وتسوي تحليلات ومختبرات، فلابد يكون عندك يعني إلمام ولو حتى بسيط في أساسيات الجودة وأساسيات التحليل. لكن موضوع والله الابتكار كذا لعله أحيلكم لشخص، أو ممكن مهندس قال نجيب لكم واحد يتكلم في براءة الاختراع خاص. ممتاز، جزاك الله خير دكتور. الأخت شيماء من الإباري برضو من سفيرات الجودة تقول دكتور معلش، تقول I have simple rule in selection، هي حسب المنهجية حقتها. If you know the problem and solution can be limited to one, use BDSA. If you don't know the problem and you need more than one to solve, you have to use Six Sigma. رأيك دكتور منهجيتها هذه؟ نعم، يعني شوف بالنسبة عشان نحدد أساس المشكلة، تمام، فعلا في الغالب أنت ما بديت البروسس هذا أنت عارف أن عندك مشكلة في جانب معين، لكن أحيانا تحتاج ديك داون عشان تعرف أساس المشكلة تبدأ تسوي بلان لها. لو قلنا مثلا تسوي تشيك ليست ولا مخطط للانسياب ولا غيرها من الأشياء، لابد تسوي أناليسيس في البداية، تستخدم أكثر من تول لغاية ما تعرف فين المشكلة، تبدأ تحصر المشكلة. تستخدم باريتو، يمكن عندي مشاكل، عدة مشاكل، وأنا أذكر أحد البرامج كنا نسويها كنا نقول البيج فايف كومبلينتس، عندي كومبلينتس كثير تأتي، لكن أنا بركز على البيج فايف، فأبدأ أسوي أناليسز وأعرف إيش البيج فايف. أنا عارف كمية الكومبلينت الموجودة عندي وعارف مسميات الكومبلينت، لكن من فين أبدأ؟ ما أقدر أبدأ لما أحصرها عن طريق البريت، وأعرف إن هذه تكررت 20 مرة في السنة، تكررت 10 مرات، 5 مرات، فأبدأ أحصرها. تحتاج تسوي سيرفي، تحتاج تسوي برين ستورمينج مع الناس اللي حواليك. يعني أحيانا فكري أنا خالد الهاجر قاعد في المصنع أو في كواليتي أشورنس قاعد أتكلم مع الناس، هذا فكري أنا، لكن ترى احيانا ياتي من اشخاص ما توقع، سواء كانوا اعلى منك او اقل منك، عندهم طبعا ما اقصد اقل يعني مثلا في الترتيب الوظيفي، فاحيانا يكون عندهم افكار والناس على خط الانتاج لانه افكار افضل من الافكار الموجوده عندك، فلا بد تسوي برين ستورمينج. واتوقع كل المنهجيات حقت التحسين المستمر خاصه نتكلم على تي بي اس، مساله الجست ان تايم والسؤال الناس والادراج الناس في مساله الجوده، فاحيانا البرين ستورم وحلقات الجوده هذه جدا مهمه انها تكون موجوده، حتى لو انت عارف المشكله، حتى لو انك عارف ملامح الحل، لكن تحتاج تو انفولف ايفري ون في الموضوع هذا. بعدين لما تيجي تسوي التحسين المستمر او التحسين اللي انت تبغاه، تحتاج تسوي تشيك. طبعا تمر على اكثر من تول عشان تسوي تشيك، هذه ما تقدر تسوي تشيك بتول واحده. فبعد ما حتى لو سويت التشيك وصار في فاريشن، تسوي برين ستورمينج ثاني، ممكن تسوي افينيتي دياجرام. يعني انا اتوقع ان لازم تستخدم اكثر من منهجيه. اذا واحد حصل نفسه منهجيه واحده اوكي، يعني طبعا انها بتحقق في الاخر التحسين الموجود، لكن اهم شيء لا تتفرد رايك في عمليه التحسين، لان والله مساله التفرد في الراي هذه تاتي من الكوارث، وتاتي احيانا تفرد براي ما يكون من منصب، واحد يكون عنده منصب كبير، فالباقيين حقيقه يسلموا كثير الشخص ويهز الراس ان هذا افضل تجربه وافضل راي، واحيانا ما يكون فعلا افضل شيء، فتضيع فرص كثيره جدا في التطوير بناء على مجاملة أو مداهنة يعني شخص اقترح اقتراح. جميل جدا، ما شاء الله عليك دكتور. طيب في سؤال من ما شاء الله عليه حجاز الثقافي، دائم من الناس المميزين معنا ودائم مشارك، يقول هل الاستثمار في الرأس، في رأس المال البشري دور في تحسين الجودة؟ أكيد، ما شاء الله خير، سؤال رائع جدا، وأتوقع هو السؤال هو إجابة فعلا. استثمار في راس المال، انت اللي احنا قاعدين نسوي برنامج استثمار الجوده هو استثمار في راس المال البشري، مش شرط ان واحد يستثمر فيك، انت قاعد تستثمر في نفسك، يعني تطوير نفسك بنفسك، حتى وان كان مثلا بعض الاشياء مكرره او معاده او من شخص اقل منك كثير في يعني في العلم، لكن انت من حسن ذاتك قاعد تسمع للشخصات تتعلم منه يضيف لك معلومه، فهذا استثمار، انت تستثمر في نفسك. ونفس الشيء في المنظومه، انك تدرب الناس وتطورهم، إذا كانت تتبنى منهجيات في الجودة أو تبغى تحسن في البرودكشن، ما لازم الناس اللي تكون معك، لا زي ما قالوا أساسيات، أنك انفولف الناس، لازم تدخلهم فهمهم وش قاعد يصير. عملية التدريب كلهم، لو رحت النقاط ديمينج ال 14 والنقاط لوران ال 10 ولا كروسبي ال 14، هتجد التدريب هو واحدة من الأساسيات عندهم جميعا، أنك تدرب الناس لازم يفهموا وش الجودة وتدربهم تحسن في أداء عملهم، حتى لو كان عمله ترى بين خط الإنتاج، لازم تدرب الشخص هذا وتنمي فيه القدرات. فالاستثمار في رأس المال البشري هذا أتوقع من كوريا، تجربة كوريا ترى كلها استثمار في رأس المال البشري،
يعني كوريا دولة ما عندها أي موارد، وكوريا في السبعينات يمكن بعضكم اللي كان يذكر أيام بناء جامعة الملك سعود وما قبلها، كان أغلب الأعمال اللي تأتي عندك هنا كانت عمالة شركات كورية. يعني الدولة اتجهت لمسألة الاستثمار في رأس المال البشري، وجد أن أكثر شيء عندهم البشر واستثمر في الناس هذه، فأصبحت الآن كوريا على ما فيها من الصناعات والتطور شيء يعني مبهر. بس هم عندهم فوكس، عندهم كلير فوكس. يعني برضو مثال دائما أذكر، إحنا في صناعة الحديد بدأت السعودية دخلت المجال في بداية الثمانينات. كوريا شركة بوسكو أكبر شركة، من واحدة من رابع أكبر شركة في العالم، بدأت في 75 ميلادية أو 76. بوسكو الآن تنتج 44 مليون طن very specialized عندها، من حديد التسليح إلى الحديد المستخدم في السيارات. حديد السيارات طبعا هذا يعتبر زي ما تقول التوب في تصنيع الستيل. حنا بدأنا في الثمانينات لكن ما زلنا أغلب إنتاجنا حديد تسليح، وما وصلنا إلى هاي نوت. يعني حنا مثلا شركة كبيرة السعودية كلها على بعضها تنتج تقريبا حوالي 8.5 مليون طن، بينما شركة واحدة في كوريا بوسكو تنتج 44 مليون طن. Very specialized steel. إيش الفرق؟ إمكانيات مادية، حنا توقع أكبر إمكانيات مادية. خام حديد لا إحنا عندنا ولا هم عندهم خام حديد، كله مستورد تمام. لكن الفوكس والاستثمار في الناس والتطوير والتكنولوجي والإنوفيشن مثل ما ذكرت الانفينشن والإنوفيشن مثل ما ذكرت الأخت من شوي، ففي اهتمام برأس المال البشري وعندهم كلير فوكس. يعني عندي هدف معين أبغى أحققه فعلا حققه. جميل جدا، جميل جدا. طيب في عندنا آخر سؤالين من الأخ سعد، الأخ سعود، سعود الناصر، يقول هل لو تكرمت دكتور ما هي أكثر معوقات، ما هي أكثر معوقات الجودة والتحسين المستمر بوجهة نظره؟ الناس، البشر. سؤال جميل. السبورت، يعني ذكرنا لابد يكون في بليف من الإدارة العليا، زي ما كان في بليف من الإدارة العليا فهذا أكبر معوق حقيقة. ثاني شيء الإمكانيات المادية، زي ما توفر الإمكانيات المادية صعب، لكن إذا كانت الإدارة العليا بليف ومؤمنين بوجود الجودة وتحسين الجودة فهم بيسخروا لك الإمكانيات اللازمة. مريت على أكثر من منظومة، الإمكانيات المادية متوفرة جدا لكن الجودة ما كانت زي ما تقول الفوكس أو المين فوكس، كان أهم شيء البرودكتيفيتي الإنتاج بغض النظر عن الديفكتس والعيوب الموجودة. فكان تجد أن الجودة they are not reporting للtop management، report للproduction، report لأي جهة أخرى، فما كان تجد فيه اهتمام حتى في الاجتماعات. يعني لما تتكلم على الجودة يعني تنظير، يعني كان واحد قاعد يعني بس الناس تهز رأسها لغاية ما تخلص، بس خلص عشان يجي اللي بعدك يتكلم على البرودكشن. لكن once إن كان في belief من الtop management صير إلزام غصب عنهم كل الإدارات الباقية تسمع. الباقيين ترى ما يبغوا يسمعوا لك، أنت بالنسبة لهم منظر. يعني ممكن توقف الإنتاج، توقف الخطط، تعطل الـ KPIs عشان تحسن الجودة، بالنسبة له يبغى ينتج، ما هم السواليف حقتك وحقة الجودة هذه. فأكبر معوق حقيقة هي البشر وهو المانجمنت. إذا كانت المانجمنت believe in you وعطوك الصلاحيات في السبورت، هذا طبعا ما في شك إن يعني دعم رائع. الدعم الثاني الدعم المادي، إذا توفرت يعني الجودة في تولز وفي تدريب للناس وشراء ستاندر وكاليبريشن وأمور كثيرة، برامج تحتاج كلها ميزانيات، فلا بد يكون فيها طبعا ميزانية مرصود. هذا من وجهة نظري يا أخي. ما شاء الله. طيب عبد الله، الأخ عبد الله برضه، عبد الله الأكلوبي ما شاء الله من الناس المميزين معنا برضه، يقول هل يتأثر، هذا سؤال to the point دكتورة، هل يتأثر التحسين المستمر بالمتغيرات التي تطرع المنظمة؟ من وجهة نظرك ما شاء الله عليك انت لك باع طويل جدا في الصناعة. ما هو ذاك الباع، بس هي تتأثر كثير حقيقة. زي ما نرجع نفس النقطة المانجمنت، شوف عادة إذا كان في سياسة مدروسة موحدة للشركة بغض النظر تغير الرأس ولا ما تغير الرأس، السياسة ماشية ماشية. وهذا تجده حقيقة في سياسات دول، يعني عندهم منهج معين، تغير الرأس ولا ما تغير الرأس، السياسة ماشية ماشية. اللهم بعض آليات التنفيذ تتغير. نفس الشيء في المؤسسة والمنظومة، إذا كان في تبني للمشروع، مشروع الجودة وسياسات الجودة، غير الرأس الهرم أو بقي مثل ما هو، يفترض أن سياسة الجودة ماشية. مثل البرودكشن، إذا كان عندي سياسة البرودكشن تجد رئيس المنظومة راح ولا قاعد، السياسة ماشية. لابد أن تكون نفس الشيء في الجودة. حقيقة إحنا دائما نتعرض لمسألة
يمكن مهندس خالد انتم يعني في جهات اللي عملت فيها تجد ان احيانا يكون في واحد في التوب مانجمنت مقتنع بفكره ويعني هي بليف في الفكره هذه بشكل يعني كبير ويعطيها سبورت العالي. الرجل هذا القاعد ينتقل يروح جهه اخرى، تجد ان المشروع اللي بدا يعني يضمحل شوي شوي لين يختفي تماما بعد ما كان ملء السمع والبصر والدنيا كلها تتكلم في البروجكت هذا، فجاه يختفي ولا كانه كان موجود. تجي بعد سنين تقول فين الفكره هذه اللي كانت موجوده وكان يدعمها مثلا الدكتور فلان والاستاذ فلان والمهندس فلان، اختفت الفكره باختفاء الرجل. لذلك ما كان في منهجيه واضحه. فانا ما اقول بس على التوتال كواليتي مانجمنت، هي كل حاجه دوكيومنتد وبروسيجر وخطه الجوده في المؤسسه، خطط سستينبل يعني انت رحت مت عشت هي الخطه ماشيه، انت بس مجرد منفذ لاليات موجوده. فيس البشر هم سبب كل حاجه، يا انجاح يا افشالها. ممتاز ما شاء الله عليك. برضو في ما ادري في ثلاثه اسئله دكتور، ما شاء الله الشباب ما شاء الله بداوا يتفاعلوا مع حوار دكتور، خلينا ناخذ منهم سؤالين فقط. ابد حياك الله. شكرا لك. عبد الله برضو سؤالك، عبد الله ظاهر انه يتفرع من السؤال الاول والظاهر اجاب عليه الدكتور. الاخ برضو سعود، خلينا نشوف سعود مره ثانيه، اللي يقول هل ترى ان اداره الجوده يجب ان تتسم بالاستقلاليه، مثلا تتبع اداريا وفنيا لمجلس اداره او الرئيس التنفيذي حتى لا يتم اعاقه التطوير او التحسين؟ صحيح. عاده في المنظومات الصناعيه نتكلم الجوده دايركت ريبورت للسي او او الهيد حق المصنع مثلا او هيد حق المنظومه، لان احيانا تحتاج صلاحيات انت كمسؤول عن الجوده، ما يعطيك الصلاحيات هذا الا المسؤول عن المنظومه. يعني مثلا بتجي تشوف في عندك خلل في البرودكشن وتقول بوقف خط الانتاج، معناها بعطل الانتاج بعطل يعني المبيعات المؤسسه، ممكن اسبب تاخير في السكجول لان عندي اشكاليه في مساله الجوده. من فين تحصل على الصلاحيه هذه اذا ما كان عندك سبورت من هرم السلطه؟ ويكون اول شيء طبعا هو مؤمن بالجوده، ثاني شيء يعني يعطيك الصلاحيه وايضا واثق في الجروب حق الكواليتي اشورنس الموجود. فلا بد تكون دايركت ريبورت. واشتغلت في منظومات الكواليتي سنوت ريبورتنج للهيد حق الكمباني وكانت حقيقه ديزاستر. يعني في احد المنظومات اشتغلت فيها كانت الكواليتي كنترول ريبورت للبرودكشن. لك ان تتخيل لما يكون الكواليتي كنترول مش كواليتي اشورنس، كواليتي كنترول ريبورت للبرودكشن، بمعنى انا الحين قاعد شغال المصنع تمام ولاحظت انا ككواليتي كنترول موظف كواليتي كنترول ريبورت لمدير خط الانتاج، لاحظت ان في خلل في الانتاج، فاقول وقف ترى في خلل في الانتاج، يقول لي اسكت لان انا مديرك تمام وانا تقييمك السنوي في يدي، بقول له اسكت يمشي يمشي ان شاء الله، اذا اشتكى الزبون بعدين نحلها. فيضطر يسكت حق الكواليتي كنترول لانه اصلا ريبورت لمدير الانتاج، مدير الانتاج عنده كي بي ايز حقته الاولى الاطنان مثلا او القطع المنتجه. فهنا فيها ديزاستر اذا ما كان المدير خط الانتاج هذا رجل متجرد حقيقه وفعلا بيديف في الكواليتي، فعنده الكي بي اي حقته الاهم اني انتج. ديزاستر اذا كان هي يعني ريبورت الانتاج او ريبورت لاي جهه اخرى، اذا ما كان ريبورت عن الصلاحيات من رئيس المنظومه او اكبر راس في المنظومه او اداره مستقله ما تتبع لي احد، يعني دايركت ريبورت لرئيس المنظومه ولا اذروايز بتصير العمليه صعبه جدا في التنفيذ. وما في اداره يعني لو تروح لاغلب المصانع الموجوده حاليا تشوف دائما تلاقي كواليتي كنترول كواليتي اشورنس ريبورت لرئيس المنظومه. واضح جدا ما شاء الله. طبعا ما شاء الله عليك انت من فحوى اجابتك عن الاخ سعود السفير سعود وايضا السفيره نوال نفس الفكره، كيف احصل على الصلاحيات لتطبيق ادوات التحسين المستمر، وانت ما شاء الله عليك تطرقت لها باسهاب. اتوقع كذا وصلنا الان ان شاء الله الى نهايه هذا اللقاء الممتع الثري حقيقه مع سعاده الدكتور خالد الهاجري حقيقه سفير الجوده المستشار، احد السفراء الجوده اللي نفخر فيهم حقيقه اللي انضم لبرنامج سفراء الجوده بالمعلومات الثريه اللي استفدناها منه اليوم ما شاء الله تبارك الله في عمليه الجوده و ايضا التحسين المستمر وادواتها وايضا التحسين المستمر، وهذه نقطه مهمه جدا. طبعا لقاءاتنا مع الدكتور خالد سوف ان شاء الله تتكرر ما شاء الله عليه، عاده من سفير الجوده المستشار مطلوب عليه ثلاث لقاءات وهو ما شاء الله تبارك الله هو غطى، ولكن لا باس ان يكون لنا لقاءات معه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. لا زال لدينا العديد من سفراء الجوده المستشارين ان شاء الله، ولدينا لقاءات اخرى ان شاء الله ستروها خلال فتره ال 2021 ان شاء الله. في 2022 الخطة ستختلف نوعا ما،
منهجية العمل ستختلف نوعا ما. سفراء الجودة المستشارين سيكون لهم دور كبير جدا في عملية الاستشارات الإدارية الخاصة بالمكتب التنفيذي وإطلاق البرنامج وطريقة آلية إدارة البرنامج. سيكون لهم مشاركة فعليا في اللقاءات التوعوية، ولكن حيكون لهم إنبوت أكبر من كذا إن شاء الله. حيمسك زمام المبادرة إن شاء الله زملائنا اللي هو السينيورز اللي هم سفير جودة أول، حيكون لهم الإنبوت في عملية إدارة اللقاءات إن شاء الله من 2022 إلى نهاية 2022. طبعا ما ودنا حقيقه ان نفقد الدكتور خالد حيكون معنا زي ما قلت ان شاء الله في اللقاءات لاحقا ان شاء الله، وما ودنا نثقل عليه، لان كل سفير جوده مستشار فقط مطلوب له فقط 3 ورش عمل او 3 لقاءات، وهو ما شاء الله خلصهم في اسبوع واحد ما شاء الله، اخذهم ورا بعض، وهذا يدل على ما شاء الله تبارك الله على حبه لاعطاء الماده العلميه، حبه لنشر ثقافه الجوده مثله مثل بقيه ان شاء الله زملائنا اللي هو سفراء الجوده المستشارين البقيه. في اقل من 30 ثانيه للدكتور خالد، اذا عندك اي تعليق اي تعقيب ترى يعني طرحه لزملائك سفراء الجوده. الله يجزاك خير. اول شيء اشكركم على استضافتكم واكرر شكري لبرنامج سفراء الجوده، برنامج رائع لنشر ثقافه الجوده في المجتمع، واحث نفسي والاخوان يعني الواحد يقدم ما يستطيع لبرنامج سفراء الجوده والمنظومه التي يعمل فيها ونشر الثقافه حتى على المستوى الشخصي. شكري حقيقه كبير للاخوان وتفاعلهم وحسن ظنهم بأخيهم. طبعا مو بشرط ان تكون انت يعني افضل واحد انك تقدم، لكن زي ما نقول جهد المقل. يعني ما شاء الله يعني البرنامج حضرت محاضرات اكثر من رائعه لاشخاص كبار في عالم الجوده، اخرها كانت محاضره خلال الاسبوع هذا بدايه الاسبوع مع البروفيسور محمد عيشوني، رائع جدا اكثر من رائع. لكن انا والله ذاك اليوم انا احضر محاضره قلت وش بقول انا في نهايه الاسبوع، يعني صعب انك تاتي يعني بعد قامه عظيمه مثل قامه الدكتور محمد وتتكلم. لكن مع ذلك مهما كان ان الواحد ممكن يقدم شيء او يعني يذكر بشيء او يحضر معي واحد ما حضر مع البروفيسور محمد فما يقارن، تمام؟ ففي مجال ان الواحد يقدم ولا يعني يحقر الجهد، كلنا نتعلم مع بعض، يعني ما في حد عالم، يعني كلنا قاعدين نتعلم من بعض. فبالنسبه للاخوان اي واحد تجي له فرصه افتحت له فرصه انه يتكلم ويناقش في مساله الجوده وسبورت الموضوع هذا ما لا يتردد فيها ابدا، تمام؟ ولا يقول والله ما عندي العلم الكافي، لا. اخوانتي الهيئه السعوديه للمواصفات المقيس برنامج سفراء الجوده، احنا كل ما احد يعني بيتاخر عنك ويبخل عنك بمعلومه اذا كان يملك المعلومه هذه. ويعطيكم العافيه مره ثانيه وجزاكم الخير على حسن ظنكم فينا. شكرا دكتور خالد، الف الف شكر ان شاء الله، وشكرا لكم زملائنا سفراء الجوده. طبعا الاخت ايمان القاسمي تقول ما جاوبتني بالنسبه لجميع التسجيلات الخاصه بزملائنا سفراء الجوده المستشارين، ننتظر زملائنا في الاداره العامه للتدريب لرفع على السحاب الالكترونيه وارسال الروابط، وباذن الله نوعدكم انها توصل لكم ان شاء الله قريبا ان شاء الله جميع اللقاءات، وستكون مرتبه بشكل سلس حتى يستطيع الجميع الحصول عليها. صحيح ان تاخرنا شوي عليكم لكن نعتذر حقيقه. طبعا ما شاء الله تبارك الله الخبر الجميل جدا اللي لفت انتباهنا احنا كفريق عمل في البرنامج الوطني لسفراء الجودة ان عدد السينيورز الان ارتفع ما شاء الله، قرابة الان وصلنا لحاجز 154 سفير جودة اول، ونرغب في المزيد ان شاء الله من زملائنا سفير جودة اول السينيورز من لديه 10 سنوات خبرة في مجال الجودة والتميز المؤسسي ولديه الكواليفيكيشن، لان هذول الليدرز ان شاء الله اللي حكونوا ان شاء الله ماسكين البرنامج ان شاء الله خلال الفترة القادمة. ما ودي أطول عليكم، شكرا دكتور خالد، شكرا لهذه اللقاء التوعوي، أنا أسميها دورة تدريبية مصغرة وجميلة جدا، استعرضت فيها أهم التولز الخاصة بالتحسين المستمر. شكرا لك دكتور خالد، شكرا لزملائنا سفراء الجودة. اللقاء إن شاء الله قريبا إن شاء الله مع إحدى سفيرات الجودة المستشارة إن شاء الله دكتورة مميزة من جامعة الأمير النورة إن شاء الله، سوف نلتقي بها إن شاء الله خلال 3 أيام متتالية تقريبا مع نهاية هذا الشهر إن شاء الله. إلى ذلك والحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.